الانيز وفارنكس ورا النوز، اوروفارنكس ورا الاورال كافيتي، هايبوفارنكس ورا اللارنكس. تمام، الصوره اللي قدامك دي جايه ازاي؟ جايه بوستيرو فيو، خدت سيكشن من فوق لتحت كورونال سيكشن، تمام، كان جبت سطور وقطعت بالمنظر ده، رميت الجزء اللي ورا وببص على الجزء الباقي اللي قدام من ورا، دي السكال بيس، ده النوز من ورا، وعلى فكره دي الكوينه يمين والكوينه شمال، واللي بينهم ده الفومر، واللي باينه قدامك دي التربلتس. تمام، ده السوفت بلد، ده التانج بيز، ده اللارينكس، وده الاوسوفاجس، واللي قدامه دي التراكيه. تمام، عرفنا الصوره جايه ازاي. بوستيرو فيو، بص بقى الجزء اللي ورا النوز، الجزء ده النيزو فارينكس، طبعا في هنا وستيكين توب اورفيس وستيكين توب اورفيس على كل جنب، يبقى ده النيزو فارينكس اللي ورا النوز، الجزء ده الاوروفارينكس اللي ورا الاورال كافيتي، ما هو ده عباره عن التانج بيز، وهنا تونسل وهنا تونسل، وده اللارينكس، يبقى الجزء ده كله الهايبوفارينكس، يبقى كل ده هايبوفارينكس. دي تقسيمه الفارينكس من فوق لتحت. طيب النيزو فارينكس ايه التيومرز اللي تيجي فيه؟ كل جزء التيومرز اللي تيجي فيه يا بيناين يا مالجنانت، لو تلاحظ ما عدا الهايبو فارينكس. ممكن بيناين، بس فيري رير ان يجي فيه ليوميوما. تمام، ولكن الكومن اللي يجي في الهايبو فارينكس مالجنانت، مالجنانت تيومر سكومن سيل كارسينوما، وبالتالي قلنا الهايبو فارينكس مالجنانت بس. اما النيزو بيناين ومالجنانت، الاورو بيناين ومالجنانت. طيب المنطقة دي المالجنانسي فيها أعلى من البناين عامة كلهم. نيجي للبناين تيومر، في النيزو فارينكس في تيومر هايلي فاسكولار اسمه أنجيو فايبروما، أنجيو يعني فاسكولار بلاد فيسل، يجي هنا أنجيو فايبروما، وبالتالي البرزنتيشن بتاعه هيبقى إبستاكسس بليدنج برنوز، لأنه ورا النوز. تمام، ده الأنجيو فايبروما أو النيزو فارينجيال فايبروما. والمالجنانت ده بناين، خلي بالك الأنجيو فايبروما بناين. المالجنانت اللي يجي فيه النيزوفارينكس زي كل الهيدنتنك اسكوما سيل كارسينوما از ذا كومنست. تمام، لكن ممكن ليمفوما، لان النيزوفارينكس ريتش ان ليمفاتيك تيشو، فممكن ليمفوما، ده السكند كومن. الثيرد كومن رابدومايوساركوما، يجي في اليونج ايج، انت عارف الساركوما بتيجي في اليونج اكتر معايا، فالرابدومايوساركوما ممكن تيجي، لكن الكومنست اسكوما سيل كارسينوما كمالجنانت تيومر في النيزوفارينكس. طيب الاوروفارينكس ده لو تلاحظ اللي بيفصل النيزوفارينكس ده عن الاوروفارينكس ده البلت اهو، ده البلت. طيب اللي يجي بناين في الاوروفارينكس، وما هو الاوروفارينكس الا تونسل وتانج بيز اللي قدامك دي، تونسل وتانج بيز. ايه اللي هيجي في التونسل والتانج بيز؟ ده عباره عن سيرفيس اليثيليوم، ستريتفايز كومس اليثيليوم، يجي منه بابيلوما او ادينوما لو بناين او مالجنانت، برضه سكومس سيل كارسينوما اذا كومنست، من التونسل والتانج بيز من الاوروفارينكس 75%. ممكن ليمفوما علشان التونسل نفسها ليمفويد تيشو، والتانج بيز في ليمفويد تيشو لينجوال تونسل، وبالتالي ممكن يجي ليمفوما في 25%. لكن الكانسر اللي هي اسف الاسكوما سيل كارسينوما اكتر من الساركوما اللي هي الليمفوما. الهايبوفارينكس قلت لك مينلي مالجنانت تيومر، هنا مينلي مالجنانت في الهايبوفارينكس اللي ورا اللارينكس. دي التقسيمه بتاعتنا، يبقى احنا هناخد التيومرز اوف ذا نيزوفارينكس، التيومرز اوف ذا اوروفارينكس، والتيومرز اوف ذا هايبوفارينكس. تعالى بقى ناخد التيومرز المختلفه. الانجيو فايبروما اللي هي هايلي فاسكولار تيومر بناين، طالع من النيزوفارينكس اللي ورا النوز. تمام، هايلي فاسكولار، بص الصوره دي، يبقى اذا هو بناين تيومر هايلي فاسكولار احمر، فاسكولار احمر معايا، لوكالي اجريسيف، طبعا لوكالي اجريسيف، ده ممكن يوصل انتراكرينيال، بيدخل من الفرامينا. تمام، يوصل انتراكرينيال، ممكن يدخل عن طريق الانفيريور اوربيتال فيشر للعين، من هنا اهو العين يزقها بروبتوزس، وهكذا ممكن يدخل على الانفراتيمبرال فوسا عن طريق التيرجو ماكسيلاري فيشر، وهكذا. اذا هو لوكالي اجريسيف، بيطلع من النيزوفارينكس، من البستو بارت اوف ذا نيزال كافيتي، ما بين النوز والنيزوفارينكس. ملاحظ حاجة، نفس الديفينيشن ده خدناه في الإير قبل كده، بناين هايلي فاسكولار لوكالي أجريسيف، مين ده؟ الجلوماس تيومر، تخيل. بس الجلوماس كان بيجي في الإلدرلي تملي، أما هنا بيجي في اليونج إيج
ولازم ولاد فقط، ميلز اونلي اونلي، ما يجيش للبنات. لدرجه دكتور الباثولوجي وهو بيشرح لكم باثولوجي السنه اللي فاتت قال لكم اتيز اكتوبك بينس، اذا ما يحصلش للبنات ابدا، ده يحصل للولاد والولاد فقط. الانجيو فايبروما يجي للولاد بس. طيب يبقى بيناين هايلي فاسكولار لوكالي اجريسيف تيومر اوف ذا نيزوفارينكس، وما تنساش الصوره لونها احمر معناها فاسكولار. يبقى كومنست بريزنتيشن ابيستاكسس لان ورا النوز، يبقى هيجي ببلينج برنوز. طيب الايدج اللي تحصل فيه، يحصل في سن المراهقه، يحصل في سن المراهقه اراوند 12 ييرز، ممكن يجي عند سن 12 13 14 15 سنه، تمام، بدءا من سن 8 سنين في التين ايجر سن المراهقه، ويفضل يكبر 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 ويجي عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي يقف، يبقى سبنتينوس ريجريشن عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. قلنا قبل كده يعني ايه سيكشوال ماتوريتي، يعني ايه بيبرتي اللي هي بدايه الديفلوبمنت بتاع السكندري سكس اورجانز، تمام. قلنا يعني ايه سيكشوال ماتوريتي، الفول سايز بتاع السكس اورجانز بتوصل، اللي هو سن الجواز اللي هو عند سن من 20 ل 25 سنه، يبقى هو بيبتدي عند البيبرتي ويحصل اريست اوف جروث عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. على فكره احنا خدنا حاجه زي كده وما كانتش تيومر، كان الفايبرس ديسبليزيا، تحصل في التين ايجر ويحصل اريست اوف جروث عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. طيب يحصل للولاد والولاد فقط، وهنا اتذكر فيلم اشاعه حب بتاع هند رستم وعبد المنعم ابراهيم، لما هي كانت بتخونه وبعد كده شالت عيل الممثل اللي كان اسمه احمد فرحات، والراجل اللي اسمه عادل هيكل دخل عليها وقال ايه، ولد يا هانم ولد، يعني لا مؤاخذه لو خانته وجابت بنت، ما هي هي، بس افتكر كلمه ايه، ولد يا هانم ولد مش بنت. الانجيو فايبروما تيجي للولاد والولاد فقط، بس لو الانجيو فايبروما اكتشفتها في بنت يبقى دي مش بنت، اعمل لها كروموسومال استادي، تمام، هتطلع اكس واي، تمام كده. يبقى اذا لو اكتشفوها في بنت يبقى دي مش بنت، هي اللي شكلها حلو. طيب يبقى تيجي للولاد والولاد فقط، ميلز اونلي. ده سؤال بيوقعوه في الشفه ويقول لك ايه، هي الانجيو فايبروما اكتر في الميلز ولا الفيميلز؟ تقوم انت تتدلق وتقول لي ايه، اكتر في الميلز، نو اونلي ان ميلز، اونلي ان ميلز. طيب سبب ايه، السبب ايه بتاع الانجيو فايبروما دي؟ على فكره هي ممكن ما تبقاش ترو تيومر، يعني ده حاجه فاسكولار زي الهمرطومه كده، تمام، طالعه من الفاسكولار كونكت اركتايل تيشو في النيزوفارينكس. وبالتالي احنا لما نيجي للاسباب بنقولها ايه، بي اتش، بي و اتش وبي اتش، تمام. البي الاولانيه بناين تيومر تقع على البري اوستيوم اوف ذا سكال بيز بتاع النيزوفارينكس، هنا مش دي السكال بيز اللي عامله الروف والبسترول بتاع النيزوفارينكس، طالعه من البري اوستيوم. طب ما البري اوستيوم ده فايبرس تيشو اللي بيغطي العظم وهي فايبروما، تمام، وبالتالي ممكن تطلع من البري اوستيوم بتاع السكال بيز بتاع النيزوفارينكس. طيب ات مي بي نوت تيومر، ده هامرتوما زي الهيمنجوما، ات مي بي هامرتوما او فاسكولار اركتايل تيشو بتاع النيزوفارينكس. في عالم مصري ربنا يديله الصحه ما زال عايش الحقيقه، ده استاذ اي نتيف القصر العيني، راجل عجوز دفعه هاشم فؤاد الله يرحمه، عمل ثيوري قال لك ات مي بي باراجانجليوما طالعه من اراوند الماكسيلاري ارتري باراجانجليونيك تيشو. الماكسيلاري ارتري في المنطقه دي، خلي بالك كلمه باراجانجليوما دي خدتها قبل كده في الجلوموس تيومر، كانت باراجانجليوما، تمام، بس في منطقه ثانيه، هنا نفس الكلام باراجانجليوما، مش كنا هنا كانت فاسكولار وهنا فاسكولار، يبقى ات مي بي باراجانجليوما، بس هنا كانت ريليتد لارتريز ونيرفز ثانيين، هنا ريليتد للماكسيلاري ارتري لانه في الماكسيلا، تمام، يبقى باراجانجليوما اوف ذا ماكسيلاري ارتري. طيب اخر ثيوري الاتش الاخيره، تمام، ما احنا قلنا بي اتش بي اتش، اخر اتش اللي هو هرمون الاستيربنس. ازاي يعني؟ حصل استروجين ديفيشنسي في الولاد دول، على فكره الولاد عندهم استروجين ولكن اقل من البنات، فحصل استروجين ديفيشنسي عند الايدج اوف بيوبرتي، لان عند البيوبرتي بنحتاج استروجين، تمام، فالاستروجين الموجود اقل من النيد، اقل، تمام، وبالتالي الاستروجين ديفيشنسي ده راح عامل هايبرتروفي للبريوستيوم، يعني مش تيومر، ده البريوستيوم هايبرتروفايد، ما هو البريوستيوم ده انا قلت لك فايبرس تيشو فهايبرتروفايد وتورم وكبر، يبقى هرمون السيرفنس. بيعتمدوا في النظريه دي على ايه؟ ان كانوا زمان بيدوا للعيال دول اللي بيجي لهم انجيو فايبروما استروجين
فلقوا ان الانجيو فايبروما بتكش معايا، وبالتالي اتني بي هرمونال ديستربنس. كل دي ثيوريز، الله اعلم السبب الرئيسي ايه، الاكزاكت كوز انون. تمام، يبقى ده بالنسبه للكوز. نيجي بعد كده الباثولوجي بتاع الانجيو فايبروما. انت قلت لي الانجيو فايبروما طالعه منين؟ من النيزوفارينكس. هي في الواقع مش من النيزوفارينكس، تخيل، ده من البستور بارت اوف ذا نوز. والمفروض لو احنا محقين ندرس الموضوع ده في النوز وليس النيزوفارينكس. هي طالعه من البستور بارت اوف ذا نوز، من السفينوبلاتين فورمن، هنا اهو اللي طالع منها السفينوبلاتين ارتري. فهي بتطلع من البستور بارت اوف ذا نوز، من السفينوبلاتين ارتري. السفينوبلاتين ارتري ده برانش من المجزيلري، وعلشان كده بتتغذى من المجزيلري، يبقى السفينوبلاتين ارتري. اعتمدوا على الثيوري دي ايه؟ يعني هم شافوا التيومر وهو بيطلع من الفورمن ويقعد يكبر؟ اقول لك اعتمدوا عليها في ازاي. بص بقى، لما جم يشرحوا الحالات بتاع الانجيو فايبروما، لقوا السفينوبلاتين فورمن دي وسعت، يبقى التيومر دخل وسعها. تمام، والسفينوبلاتين فورمن دي بتربط النيزل كافيتي بفصه ورا النوز اسمها التيرجوبلاتين فصه، فلقوا حته من التيومر في التيرجوبلاتين فصه وحته من التيومر جوه النوز، زي الدمبل، الدمبل اللي انت بتلعب بها رياضه كده. بص الدمبل شكلها كده كده كده، اللي انت بتلعب بها حديد علشان تربي عضلات. فالحته المزنوقه دي في السفينوبلاتين فورمن، والجزء ده في النوز، والجزء ده في التيرجوبلاتين فصه ورا المكسيلاري ساينس. تمام، وبالتالي هم بيقولوا انها طالعه من السفينوبلاتين فورمن. طيب الباثولوجي هنا ده بيناين تيومر. هنتكلم على الجروس بيكشر اللي هي النيكد اي، يتشاف بالعين شكله ايه. هنتكلم على الميكروسكوبيك بيكشر، هنتكلم على الفيدنج فيسل، لازم الارتري اللي بيغذيه زي ما قلت في الجلوموس السينج ديفرنشال ارتري، هنقول هنا الماكسيلري. تمام، وهنتكلم على البيهيفير، سلوك هذا الورم. بص بقى الجروس بيكشر، افتكر الصوره اللي كانت موجوده في السلايد اللي قبل ده. بص بقى الانجيو فايبروما شكلها عامل كده، فيرم، مش هارد، دي مش كانسر، لوبيوليتد، فيها لوبيوليشن، تلاقي الحته دي جايه كده والحته دي جايه كده والحته دي كده، لوبيوليتد، بينكش ريدش لانها فاسكولار، ملهاش ترو كبسول، ودي المشكله، ملهاش فايبرس ترو كبسول، ده بتكون كبسول من سراوندنج ستراكشر. هي لو لها فايبرس كبسول ما كانتش نزفت، ده بالعكس ملهاش ترو كبسول، وعلشان كده البلاد فيسل بتفرقع وتنزف كل شويه. تمام، يبقى فيرم، لوبيوليتد، بينكش، وافتكر الصوره اللي كانت في السلايد اللي فاتت، وملهاش ترو كبسول وعلشان كده بتنزف. الميكروسكوبيك بيكشر، افتكر الصوره دي، الرسمه دي عباره عن ايه؟ انجيو وفايبروما، ما هي دي كلمه انجيو فايبروما اللي هي نيزوفارينجيال فايبروما. انجيو يعني فاسكولار سبيسز، هي مش بلاد فيسل، لان البلاد فيسل ليه ثلاثة لايرز، ليه انتما، ماسكولوزا، ادفانتيشيا. هنا بقى مفيش ماسكلوزا، في انتما من جوه وفي ادفانتيشيا، مفيش ماسل لاير، مفيش ماسل كوت للفاسكولار سبيسز، عامله زي الهيمانجيوما. وطالما مفيش ماسل كوت، لما تتعور او لما تنجرح تنزف جامد، لان الماسل كوت الماسكلوزا دي اللي بتعمل ريتراكتابيليتي علشان توقف البليدنج معايا، وبالتالي هي فاسكولار سبيسز وذاوت ماسكلوزا، ده الانجيو. طب وكلمه فايبروما عباره عن كولاجين باندل وفايبروبلاست، كولاجين باندل اهي وفايبروبلاست، كولاجين باندل اهي فايبروبلاست. يبقى اذا الانجيو فايبروما بتتكون من كلمتين، انجيو وفايبروما، الانجيو فاسكولار سبيسز والفايبروما كولاجين باندل وفايبروبلاست. الفيدنج فيسل احنا في المنطقه دي، يبقى ماكسيلري ارتري، ما هي طالعه من السفينوبلاتين فورمن، وبالتالي هتاخد من السفينوبلاتين ارتري اوف ماكسيلري. لكن الحقيقه كل ما تكبر وتقرب من ارتري تاخد منه برانش، كل ما تكبر وتقرب من ارتري تاخد منه برانش معايا، لكن المين ارتري ماكسيلري. البيهيفير، السلوك بتاع هذا الورم، ممكن يحصل سبنتينوس ريجريشن عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي زي ما انت قلت، بس على فكره ده يبقى مؤدب قوي، والمؤدبين نادرين في هذا الزمن، رير كونه يحصل سبنتينوس ريجريشن ويبقى مؤدب، ده رير. امال العادي ايه؟ يحصل اكستنشن، يبقى ليه الادب ويحصل اكستنشن. تمام، اكستنشن انتراكرينيال عن طريق الفورامينا، اكستنشن للاوربت، اكستنشن الانفرا تمبرال فصه، وهكذا. نيجي للكلينيكال بيكشر، افتكر منظر العيل ده. انت ممكن تعرف الانجيو فايبروما الادفانسد بالذات الكبيره
من منظر العيل لما تبص له من قبل ما تكشف عليه. تمام؟ اولا جنرال الولد ده بيل عنده بالر، ليه؟ ما هو كل شويه ينزف، كل شويه ينزف، ما هو المين برزنتيشن ابيستاكسس، وبالتالي طالما كل شويه ينزف يبقى هيجي له انيميا، وبالتالي بيل بالر شفايفه باته. استنتد جروث، يعني ايه استنتد جروث؟ يعني شكله اصغر من سنه. ازاي؟ الام جايه تقول لك ايه، الولد ده يا دكتور سنه 18 سنه. مش ممكن ده سنه 18 سنه، استحاله ده ما يجيبش 13 14 سنه. تمام؟ استنتد جروث ليه بقى؟ في لها ثيوري بقول لك، لان الجروث هرمون بيبقى ريليز ديورنج الديب سليب، لما بتدخل في ديب سليب الامهات البلدي يقولوا ايه، نام كويس علشان تكبر، لو انت فاكر وانت صغير. تمام؟ لان الجروث هرمون بيريليز ديورنج الديب سليب. فالولد ده علشان عنده انجيو فايبروما عامله له اوبستراكشن في نيزو فارينكس، وبالتالي خانقاه، عنده سنورنج وسليب ابنيا، فما بيدخلش في الديب سليب، كل ما يجي يدخل في الديب سليب يتخنق يصحى، كل ما يجي يدخل في الديب سليب يتخنق يصحى، وبالتالي عنده ستانتد جروث. وعلى فكره ده ان جنرال لاي حد سنورنج وسليب ابنيا، بس ما بنقولهاش كتير في الادينويد، لان انت بتشيله الادينويد قبل ما تعمل كده، وان كان ممكن تعمل كده. تمام؟ يبقى ستانتد جروث. طب ولو بصيت لوشه تلاقي عينه جاحظه، ليه؟ التيومر دخل عن طريق الانفرا اوربيتال فورامين للعين، عمل بروبتوزس، عمل بروتروجن للايبول، يبقى ده بروبتوزس، ده لما دخل انتيريور. طب ولو دخل لاترال، لو التيومر اكستندد لاترال، لاترال ازاي؟ مش هو في الترجو بلاطين فصه؟ هنا اسمها الانفرا تمبرال فصه. فاكر لما اشتريت سكال وانت في سنه ثانيه في الاناتومي، وقال وحطوا لك ورقه او هو بيعلموك ترجو ماكسيلاري فيشر؟ الترجو ماكسيلاري فيشر ده اللي بيكومينيكيت الترجو بلاطين فصه بالانفرا تمبرال فصه ورا الماكسيلاري ساينس. ممكن التيومر اكستند لاترالي عن طريق الترجو ماكسيلاري فيشر، يروح للانفرا تمبرال فصه يعمل سويلنج في تشيك في الانفرا تمبرال فصه. فاذا خد ورم، يبقى عينه جحظت وخد ورم. بص اللعبه، عينه جحظت وخد نفخ. ايه ده؟ ده بقى زي وش الضفدعه، فروج فيس ديفورميتي، يعني البروبتوزس والفيشال سويلنج ادى الى فروج فيس ديفورميتي، واحد واثنين ادوا الى ثلاثه. سبحانك يا رب. لو غطيت لك النص ده كده اهو، هتلاقي ده عامل زي وش الضفدعه بالظبط، فروج فيس ديفورميتي. ونفتخر كمصريين ان اكتشاف كلمه فروج فيس ديفورميتي دكتور مصري، تمام، هو اللي اكتشف الفروج فيس ديفورميتي واتنشرت بره باسمه، ده من يمكن 50 60 سنه. تمام؟ يبقى فروج فيس ديفورميتي ليه؟ علشان في بروبتوزس انتيرو اكستنشن للتيومر، وعلشان في تشيك سويلنج او فيشال سويلنج علشان في لاترال اكستنشن للتيومر. يبقى واحد واثنين عملوا ثلاثه. واحد واثنين عملوا ثلاثه. طيب ده جنرال وانا ببص له على وشه وشكله والكلام ده. لما اجي اعمل لوكال اكزامينشن بقى، هاكزامين النوز وهاكزامين الاير، مش هو في نيزو فارينكس؟ يبقى هياثر على النوز نيزل اوبستراكشن وخلافه، وهياثر على الاير اوستيكيان توب اوبستراكشن وخلافه، وبالتالي نيزل سيمتوم. ايه النيزل سيمتوم دي؟ لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتليه يونيلاترال، وبالتالي يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، يونيلاترال نيزل ديستشارج. تمام؟ يونيلاترال انترميتنت اتاكس اوف ابيستاكسس، وبتبقى سيفير لانه فاسكولار تيومر. احمر، انا رسمه احمر اهو، وطالما احمر يبقى فاسكولار. ابيستاكسس، يونيلاترال ابيستاكسس هي الكومنست بريزنتيشن. وخلي بالك ده ولد وصغير في السن، يانج بوي وذ يونيلاترال ابيستاكسس، تقلق من ايه؟ تقلق من انجيو فايبروما، بالذات لو عنده نيزل اوبستراكشن. في حاجه بقى، هو التيومر ده بيملى النيزو فارينكس، فهو في الاول بيبقى ليميتد تو وان سايد، وبالتالي عمل يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ديسشارج ابيستاكس. لما يكبر قوي هيملى كل النيزو فارينكس، وبالتالي هيسد الناحيتين وينزف من ناحيتين وهكذا. ده السيمبتومز. نيجي للساينس الاكزامينشن. لو كشفت عليه بالانتيرانوسكو بالنيزل سبيكيرم هلاقي ايه؟ هلاقي يونيلاترال نيزل ماس بينكش ان كلر، ات بليدز اون تاتش، اياك تلمسها، ده هايلي فاسكولار. خلي بالك هتلاقيها لوبيوليتد، تمام، بينكش، ات بليدز اون تاتش، ده الانتيرو راينوسكوبي، اوعى تلمسها. بستيرو راينوسكوبي لو دخلت له مرايه، وطبعا ما حدش عاد بيستخدمها دلوقتي بس بنقولها، لو دخلت له مرايه هتلاقيها في النيزو فارينكس، ما هي اسمها نيزو فارينجيال انجيو فايبروما، ما هي جايه من ورا، هتلاقيها لوبيوليتد وبينكش، لوبيوليتد
تمام اللي هي الحركه دي وبنكش، ماشي الكلام. ممكن اعمل لها ديجيتال بالبيشن، ممكن احسها اشوفها فيرم ولا هارد علشان اعرف اذا كانت كانسر ولا لا. لو هارد تبقى كانسر ممكن، بس العين هيموت من نزيف لو لمستها بايدك. ديجيتال بالبيشن اللي هو بتحسها بصباعك. الديجيتال بالبيشن ده عباره عن ايه؟ هتحط صباعك في خد العين كده علشان لو عض يعض نفسه، وانت لابس جوانتي وتدخل صباعك وتحس وتطلع. سيفير اتاك اوف بليدنج، اوعى تعملها. تمام؟ في احد الاساتذه زمان وما زال ربنا يديله الصحه بيسال سؤال، امتى اعمل ديجيتال بالبيشن لانجيو فايبروما؟ طبعا محدش لا، قول لا. الحاله الوحيده اللي ممكن اعملها له انترا اوبريتيف جوه اوضه العمليات. طب وتعملها ليه؟ جوه اوضه العمليات قال ايه علشان الحقه معاه؟ يبقى ديجيتال بالبيشن از كونترا اندكيتد لانه هايلي فاسكولار تيومر وهينزف. لما اجي اكشف على الاير اورال اكزامينيشن هتلاقي عنده اولا السيمتوم ديفنس وتينيتس يونيلاترال، لان ثبت الاوستيكيان تيوب. تيجي تبص بالاوتوسكوب تلاقي عنده يا اكيوت اوتايتس ميديا يا اكتر سكريتوري اوتايتس ميديا، وبالتالي كونداكتيف هيرنج لوس غالبا ديو تو سكريتوري اوتايتس ميديا. يبقى اذا التيومر ده لوكال سد النوز، قول نيزل اكزامينيشن، سد الاوستيكيان تيوب قول اورال او اير اكزامينيشن، وجنرال العين عمال ينزف وبالتالي باهت، شكله صغير في السن مع انه كبير شويه، تمام، ستانتد جروث وفروك فيس ديفورميتي نتيجه للبروبتوزس والفيشال سويلنج. كلام مهم قوي. ديفرنشال دياجنوز اوف يونيلاترال نيزل ماس، طالما وصلنا للانجيو فايبروما يبقى لازم تعرف الحاجات اللي تيجي في ناحيه واحده من النوز. ما هي الانجيو فايبروما جايه من النيزوفارينكس وبتمتد للنوز، تمام. طب انا علشان ما اغلطش، الولد ده انجيو فايبروما لانه ولد يانج بوي، تمام. البنت دي استحاله تبقى انجيو فايبروما لانها بنت، يبقى يتمي بي انتروكوينال بوليب كانت تيجي يونيلاترال. الراجل ده استحاله انجيو فايبروما لان ده راجل عجوز، هي تيجي في اليانج بوي في التين ايجر في سن المراهقه، فدي تيومر، تيومر عادي مش انجيو فايبروما. يبقى ايه اللي يجي يونيلاترال؟ اللي يعمل يونيلاترال نيزال ماس الانجيو فايبروما، وتيجي في اليانج بوي ومع يونيلاترال ابيستاكسس. ولد ولد يا هانم، ولد مش بنت، فاكر كلمتي؟ ممكن انتروكوينال بوليب او الرجيك فانجل ساينوسايتس تيجي يونيلاترال. الرجيك فانجل ساينوسايتس تيجي يونيلاترال اور باي، وتيجي في اي عند اي سن واي سكس ميل اور فيميل، مفيش معاها ابيستاكسس لان ده بوليب، تمام. ممكن نيزل تيومر زي الراجل ده، يا بيناين انفيرتد بابيلوما يا مالجنانت كارسينوما او ساركوما، تمام. ممكن نيزو فارنجيال تيومر عادي غير الانجيو فايبروما، نيزو فارنجيال كارسينوما وامتدت للنوز على قدام، تيجي في الاولد في الالدرلي ميلز سيان النيزل تيومر او نيزو فارنجيال تيومر في الاولد ميلز اكتر. ان بي حمراء وحمراء جدا ومولعه، تيك كير. اي يانج بوي وذ يونيلاترال نيزل اوبستراكشن اند ابيستاكسس تساوي انجيو فايبروما انتل بروف اذروايز، قانون، ماشي. الولد ده كان عنده 16 سنه، الماس اللي نازله من مناخيره دي كانت عماله تنزف، ومش شرط الماس تبان من النوز، ممكن تبقى لسه جوه. اي يانج بوي وذ يونيلاترال نيزل اوبستراكشن اند ابيستاكس تساوي انجيو فايبروما، ولازم بوي ما ينفعش بنت. طيب ايه الانفستيجيشنز بقى بتاعت الانجيو فايبروما؟ اولا ده تيومر، وانا اتفقت معاكم اتفاق قبل كده في اي تيومر، اهم اتنين انفستيجيشن سي تي علشان اشوف هو فين ورايح منين وجاي منين، اكستنشن اشوف السايت والسايز والاكستنشن، تمام، واخد بايوبسي. هنا ما ينفعش بايوبسي لانه فاسكولار تيومر، سبحان الله، وكاني بفكرك بالجلوماس تيومر، تخيل. يبقى اذا سي تي بديتكت السايت والسايز والاكستنشن، عارف ده لو كانسر كنت قلت بيديتكت الليمف نود لان هديله صبغه معايا. طيب الاهم من السي تي واللي احسن من السي تي كاروتيد انجيوجرافي، الصوره دي المتحركه، الصوره المتحركه اللي قدامك ده، ده عباره عن ايه كاروتيد انجيوجرافي؟ برضو وكاني بتكلم على الجلوماس، بدخل قسطره، القسطره هي يا جماعه هي الحته دي القسطره، بدخل قسطره واقعد ادكك ادكك، ده طبعا دكتور الاشعه وهو شايف العيان اندر سكرين، يعني شايف القسطره، القسطره في نهايتها حته معدن فباينه، تمام، وهو بيبص على السكرين، وبعدين يضرب صبغه يحقنه بالصبغه، فالصبغه تصبغ لي كل الفاسكولاريتي. لقيت ايه ده؟ ابنورمال فاسكولاريتي هنا، يبقى هي دي تيومر زي ما حصل هنا في الصوره الملونه دي، التيومر هنا اهو معايا، وبالتالي الصبغه بتصبغ كل الفاسكولاريتي. ايه فاسكولاريتي غريبه؟ يبقى ده فاسكولار تيومر، يروح ضربه طلقه. ما هي دي الميزه بقى بتاع الانجيوجرافي،
علشان يعمل له امبولايزيشن، علشان يقلل البلاد سبلاي لو انت فاكر، وهنتكلم على الموضوع ده في التريتمنت. ماشي؟ طيب يبقى دخل قسطرة اهو، دخل قسطرة اهو، وبعدين حقن صبغه، عرف الفيدنج فيسل، راح ضارب طلقه، الطلقه دي ماده هلاميه قفلت البلاد سبلاي عن التيومر، هو ده التيومر. يبقى ميزه الانجيوجرافي ان بيوريني الفيدنج فيسل علشان اعمل له امبولايزيشن. طيب نيجي للام ار اي. ممكن الام ار اي تبينه، ام ار اي اهي في جزء في النوز، وجزء في النيزوفارينكس، وجزء ورا المجزلري ساينس. على فكره ده المجزلري ساينس، جزء ورا المجزلري ساينس، تمام؟ في جزء في النيزوفارينكس اهو، وجزء راح للانفرا تمبرال فوسا لاترالي، وجزء وصل انتراكرينيال. تخيل وصل انتراكرينيال عن طريق الفورامينا، وممكن يوصل للعين. تمام؟ فالام ار اي مهم لان بتبين السوفت تشو، واللي احسن منه الام ار اي، ام ار انجيوجرافي، بيحقن صبغه وبعد ما اداله يعني بعد ما اداله الصبغه يصوره بالام ار اي ماجنتيك ريزونانس ايمجينج علشان يديتكت الانتراكرينيال اكستنشن. اهي بانت اهي انتراكرينيال اكستنشن. بايوبسي از كونترا انديكيتد اند نوت نيدد. بيني وبينك اي يونج بوي وذ يونيلاترال نيزل ماس اند ريستاكسس سواء انجيوفيبوما، اعمل له انجيوجرافي علشان تعمل له امبولايزيشن، بس نوت نيدد. معايا؟ نيجي بقى في الحته دي، في سؤال بيتسال من بعض الاساتذه، لو انا هعمل له اكس راي او سي تي، في كاركتر معين في العظم تخليني اشك ان ده انجيوفيبروما؟ هو المجزيلاري ساينس ده اللي هو ده، مش التيومر طالع اكستندد وراه للترجو بلاتاين فصة؟ فيزق البسترول بتاع الساينس، يعني لو الساينس شكله عامل كده ده النورمال بتاع الساينس، هو التيومر طالع هنا اهو، فيزق البسترول على قدام يعمل اندنتيشن والتيومر يزقه، فيبقى شكله عامل كده، المجزيلاري ساينس عامل كده والبسترول مزوق كده، وكل ده تيومر. البوشنج بتاع البسترول ده، البوينج ده، اسمه هولمانز ميلر ساين، هولمان ميلر ساين، هولمان ميلر ساين، واحيانا يسموها ميلر ساين على طول، ميلر ساين، اللي هو عباره عن ايه؟ بوينج البسترول بتاع المجزلة. يعني لو هرسمها لك صوره لاترال فيو كده، المجزيلاري ساينس اهو، ده المجزيلاري ساينس، والعين اهي، التيومر بيجي وراه هنا، فيزق البسترول كده، يحصل بوينج هولمان ميلر ساين. طبعا ما حدش عاد بيعمل اكس راي، ولا حد عاد بيعتمد على الساين دي، بس انا بقولها لكم بالمره. نيجي للانجيوجرافر، هو ده الانجيوجرافي، شوف الجمال والحلاوه، وهو بيحقن صبغه بتصبغ لي كله، انا بوريك الانجيوجرافي ان جنرال، تمام؟ والقسطره بيبقى لها حته معدن هنا بتبان قدامه، شفت فاسكولار تيومر هنا مثلا، اروح حاقن امبراس في الجزء ده، تروح قافله البلاد سبلاي اهو، هو ده الامبولايزيشن. الصوره المتحركه دي صوره جميله 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 رائعه. الماده دي البارتكلز دي من نفترض انها جيل فوم، ماده هلاميه جيل فوم، دي القسطره بتتحين في القسطره، طول ما هي ماشيه في القسطره ماده هلاميه، ماده هلاميه، اول ما طلعت للبلاد اتحولت الى ماده صلبه قفلت، اتصلبت اول ما وصلت للبلاد ستريم، تمام؟ وبالتالي هي دي الامبولايزيشن، فقطعت لي البلاد سبلاي عن التيومر. نيجي للتريتمنت بتاع الانجيوفايبروما، ايه علاج الانجيوفايبروما؟ سيرجيكال اكسيشن، مش ده تيومر، لازم اشيله. طب ما هو انا بشيله هيبليد لانه هايلي فاسكولار، اذا لازم تعمل بري اوبرتيف امبولايزيشن، هي دي الستاندرد تريتمنت، ومفيش تريتمنت غيرها دلوقتي الحقيقه، مع ان هنتكلم على الاذر اولد اوبشن، لكن التريتمنت سيرجيكال ريموفال اكسيشن مع بري اوبرتيف امبولايزيشن، ده الستاندرد تريتمنت. ريسنتلي بيتعمل بالمنظار اندوسكوبيك، ممكن تتعمل اندوسكوبيك، الله، ما انا عامل له امبولايزيشن وبالتالي فاسكولاريتي قلت، ايه المانع ان انا اشيلها بالمنظار؟ كانوا زمان بيعملوا كده، المنظر ده بيفتح من بره، تخيل لاترال راينوتومي، ويفتح كل الوش كده زي كتاب، ويشيل التيومر وبعدين يقفل تاني فيبان سكار زي الولد اللي انت شايفه ده، سكار يبقى بيرمنت طول عمره وده طفل، طب ايه المانع ان انا ما افويد السكار ده وادخل المنظار واشيل بيه التيومر، بس بشرط تكون عامل له بري اوبرتيف امبولايزيشن، يبقى ريسنت اندوسكوبيك اكسيجن وذ بري اوبرتيف امبولايزيشن. كانوا زمان بيدوا له هرمونال ثيرابي، الله، مش من ضمن الثيوريز انت قلت لي استروجين ديفيشنسي،
طب ايه المانع ان انا ادي له استروجين؟ لو انت اديت لولد استروجين يتحول شكليا الى بنت، يحصل له حاجه اسمها فيمينايزيشن، تمام؟ زي مايكل جاكسون لما خد استروجين بقى شكله زي البنت، فاهم؟ فيمينايزيشن. فلما تيجي تدي استروجين لازم تدي معاه تستوستيرون. ليه بقى؟ لان لو انت خدت تستوستيرون يحصل لك ماسكولينايزيشن، لو خدت استروجين يحصل لك فيمينايزيشن. اذا انا بدي استروجين علشان اكشش التيومر، وبدي تستوستيرون تو انتاجونايز الفيمينين اكشن اوف استروجين. فلما تدي استروجين يزيد يزيد الفايبروزس ويقل الفاسكولاريتي، فيقوم التيومر يكش، تمام؟ الثيوري اللي كنا بنقولها لكن نوت يوزد nowadays. خلاص الستاندرد تريتمنت دلوقتي سيرجيكال اكسجن مع بري اوربيتال امبولايزيشن. كانوا زمان بيدوا ريديوثيرابي، نوت يوزد nowadays. امتى ممكن تلجا لها nowadays؟ اولا الريديوثيرابي ده كارسينوجينيك، فالانجيو فايبروما ده طفل صغير ولسه قدامه العمر طويل ان شاء الله، وبالتالي الريديوثيرابي الاراديشن على اللونج ران بيعمل كانسر كارسينوجينيك، يتحول الانجيو فايبروما الى انجيو ساركوما، تمام؟ فاذا كونترا انديكيت انك تديه دلوقتي. امتى تلجا له؟ ان فيري سيلكتد كيسز، لو في انتراكرينيال اكستنشن ومش عارف اشيلها، داخله جوه الكافرنا الساينس مثلا، خلاص ما عرفتش اشيلها، سبت حته صغيره جوه الكافرنا الساينس، او مديها ريديوثيرابي تقوم تحصل لها فيبروس وتكش. ده الاكسبشن الوحيد، لكن دلوقتي ما عادوش بيعالجوه بريديوثيرابي الا الاكسبشن اللي انا قلته ده. دلوقتي الستاندرد تريتمنت اندوسكوبيك اكسجن مع بري اوبرتيف امبولايزيشن، اندوسكوبيك تو افويد السكار، اكسترا سكار. ده كان موضوع الانجيو فايبروما، موضوع مهم جدا جدا جدا. نيجي للنيزو فارنجيال كارسينوما. انا بدات دلوقتي الكانسر، انا اتفقت معاكم على اتفاق في الكانسر اوف ذا نوز اند ساينسز، في الكانسر بتاع الاير، وهناخد بعد كده الكانسر اوف ذا لارينكس، ودلوقتي النيزو والاورو والهايبو. اي كانسر في الدنيا سبع عناوين، فاكر كلمتي؟ سبع عناوين. هما السبع عناوين الايج اللي يجي في الكانسر، السكس يجي للميلز ولا الفيميلز اكتر، البريديسبوزنج فاكتور، الباثولوجي، الكلينيكال بيكشر، الانفستيجيشنز، التريتمنت. سبع عناوين اسطمبه في اي كانسر، تمام؟ يبقى سبع عناوين تحطهم في اي كانسر وانت مغمض في الطب عامه من الشعر للرجلين. الايج اولد فوق سن ال 60 طبعا، ده قانون اصلا على فكره، ده النيزوفارينكس الحته دي معايا ورا النوز. يبقى الايج اولد فوق سن ال 60 اسطمبه، السكس كل الكانسرز اكتر ان ميلز ما عدا حاجات الستات زي البريست والسيرفكس وخلافه، يبقى اذا السكس مور كومن ان ميلز. هنا زودت عنوان على السبعه الريس. ليه؟ الصينيين ولاد اللذينه اللي جابوا لنا كل حاجه في الدنيا الحقيقه، النيزو فارنجيال كارسينوما عندهم كومن قوي. ليه؟ لانهم بياكلوا سموكد فيش، ده بياكلوا حي. انت عايز ايه؟ مور كومن ان تشاينيز. بالمناسبه يا جماعه للاسف الشديد تاني منطقه بعد الصين على مستوى العالم فيها نيزو فارنجيال كارسينوما شمال افريقيا اللي احنا منهم، تخيل. ليه؟ لان بيقول لك مكتوبه كده في الكتب، ولنا الفخر ان اسمنا مكتوب في الكتب، بياكلوا تكليه اللي هي التقليه، فبيعملوها بالشطه والبهارات، فبياكلوا شطه كتير، فبيقول لك ان دي ممكن تعمل كانسر نيزوفارينكس. يبقى اكتر منطقه في العالم الصين، ريليتد للهيومن ليوكوسيتيك انتيجين، تمام؟ الهيستو كومباتيبلتي انتيجين، يبقى مور كومن تشاينيز. البريديسبوزنج فاكتور، والسموكد فيش طبعا. البريديسبوزنج فاكتور بنقول ايه بقى؟ استنبه في كل الكانسرز سموكينج والراديشن. اه طبعا السموكينج والراديشن ده بريديسبوزنج للكانسر. هنا هنزود اثنين، ابشتاين بار فيروس انفكشن. انت ناسي بتاع الانفكشوس مونوكليوزيس، تخيل ان ممكن يعمل نيزو فارنجيال كارسينوما وبيركتس ليمفوما لو انت فاكر في الباثولوجي. اكتشفوها ازاي؟ ان لما حللوا الخلايا بتاع النيزو فارنجيال كارسينوما لقوا الانكلوشن بوديز بتاع الفيروس جوه التيومر، ولقوا الانتي بودي في السيرم بتاع العيان اجينست الابشتاين بار فيروس عالي، التتر بتاعه عالي، يبقى ده دليل على ان الابشتاين بار فيروس تيومر فيروس له علاقه بالنيزوفارنجيال كارسينوما، لدرجه ان هم استخدموا الانتي بودي اللي اجينست الابشتاين بار فيروس اللي في الجسم كتيومر ماركر لتشخيص النيزوفارنجيال كارسينوما والبروجنوزيس. يعني لو لقيت الانتي بودي اجينست الابشتاين بار فيروس عالي قوي يبقى الكانسر اجريسيف قوي،
عالجت العيان والايه التتر بتاع الانتيبودي بيقل، يبقى العيان بيخف والبروجنوس احسن. ده بيسموه تيومر ماركر، تيومر ماركر، تمام. ده الابشتاين بار فيروس. اخر حاجه جينيتك، انت بتقول لي اكتر في الصينيين وشمال افريقيا، تمام، مش سموك دي فيش وتاكليه بس، لا ده ريليتد بقول لك للهيومن ليوكسيتك انتيجين او الهيستو كومباتيبلتي انتيجين. وعلى فكره سبحانك يا رب، في الصينيين النيزوفارينجيال كارسينوما بيجي في فاميليز معينه وبيجي عند سن معين معروف ان له تو بيكس بيجي فيهم، وبالتالي ده فاميليال ريليتد للهيستو كومباتيبلتي انتيجين بس ان تشاينا. نيجي للباثولوجي بتاع الكانسر، رابع عنوان، ما احنا اتفقنا على السبع عناوين. الباثولوجي بتاع الكانسر، اي باثولوجي اربع عناوين، يكون اسطمبه محفوظه، اي باثولوجي اربع عناوين: جروس، مايكروسكوبيك، سبريد، بروجنوزس. جروس، مايكروسكوبيك، سبريد، بروجنوزس، ده اي كانسر من الشعر للرجلين. الجروس اللي هو النيكيد اي، هو الكانسر يجي ازاي؟ مش هو ميلي سكوما سيل كارسينوما؟ لمفوما بنسبه قليله، سكوما سيل كارسينوما بنسبه اعلى، وبالتالي طالما سكوما سيل كارسينوما يا السر يا كوليفلاور يا نودولار انفلتريتيف، ده اللي هو مين؟ جروس بيكشر. يا السر مالجنت السر ريز ديفيرتد ايدج ريجولار ان كوتك فلور اند يوريتد بيز، يا اما كوليفلاور ماس، يا اما مالجنت نودولار انفلتريتيف. الشيء ده الشيب، ده بالنسبه للشيب، تمام. بالنسبه للسايت بقى، يطلع من الفوسه وفروزومولر اباف اند بيهايند ذا اوستيكيان توب اورفيس. يا الفوسه وفروزومولر اللي هو الفرنجيه ريسس، ايوه، وعلشان كده one of the commonest presentation of nasopharyngeal carcinoma ان يسد الاوستيكيان تيوب ويعمل unilateral secretory otitis media. يا دكتور رجعتنا للاير تاني يا دكتور، ان بي حمراء، اي اولد ميل مع unilateral secretory otitis media تساوي nasopharyngeal carcinoma until proof otherwise. هي دي وصلنا لها اهو معايا، مش هو طلع من الفوسه وفروزو مولر اللي هي ورا الاوستيكيان تيوب، اذا يسد الاوستيكيان تيوب يعني يعمل secretory otitis media. فهمت الكلام؟ يبقى الجروس بيكشر في اي تيومر 2 اس شيب وسايت. الشيب قلت يا السر يا كوليفلاور نيدولار انفلتريتيف، والسايت طالع من الفوسه وفروزومولر. مايكروسكوبيك سكوما سيل كارسينوما ان موست كيسز، لمفوما بنسبه اقل، رابدومايسركوما في اليونج ايج. سبريد يا دايركت يا ليمفاتيك يا بلاد، ده اي كانسر في الجسم دايركت السراوندنج ستراكشر. طيب ده في النيزوفيرنكس دايركت يروح لفين؟ اولا انتيريور للنوز، انفيريور للبلت، ده البلت اهو، تمام، البلت والاوروفارينكس كمان لتحت، بوستيريور للفيرتبري، ابوردز انتراكرينيال اكستنشن سكال بيز، تمام. وطبعا ما تنساش لاترالي للاوستيكيان توب والاير. طيب ده لاترال والبارافارينجيال سبيس، ده دايركت سبريد. ليمفاتيك سبريد، كل المنطقة اللي ورا دي بتاع الفارينكس تروح للريترو فارينجيال لمفينود. وهل تقدر تحس ريترو فارينجيال لمفينود لو راح لها متاس؟ لا، ما تقدرش تعمل لها بالبيشن لانها ترانسفيرس بروس بتاع سي 1. بس ريترو فارينجيال لمفينود تحت جاجولار فورامن على طول، اول ما يحصل لها متاس تدوس على اللور فور كرينيال نيرفز اللي نازله من الجاجولار فورامن، يبقى المحطه الاولى تروح للريترو فارينجيال لمفينود، ذن ابر ديب سيرفايكال لمفينود. الابر ديب سيرفايكال لمفينود بالبابول، ممكن تحسها في الرقبه، اما الريترو فارينجيال امبالبابل، امبالبابل، تمام. ما تنساش ان بي حمراء، النيزوفارينكس ميد لاين ستراكشر في النص، بس التيومر هيجي رايت او ليفت، ماشي. بس الليمفاتيك فيسل بتاع النيزوفارينكس لها كروس انستوموزيس، تخيل، يعني لو كانسر جه في الرايت او الليفت ممكن تعمل بايلاترال ليمف نود ميتاستاسيس. ليه؟ علشان الكروس انستوموس بتاع الليمفاتيكس. النيزوفارينكس ميد لاين ستراكشر، هقول نفس الكلمه دي في البوست كريكويد هنا اهو في النص، خلاص. وبالتالي النيزوفارينكس ميد لاين ستراكشر ممكن تعمل بايلاترال نودال ميتاستاسيس. وما تنساش حاجه، النيزوفارينكس سايلنت اريا اللي هي البايروفورم فوسه، ماشي، يعني بتعمل اوستيكا توب اوبستراكشن وما تعملش نيزال اوبستراكشن مثلا. طيب بلاد سبريد، ليب ليب او بلبل، انا ماشي بالترتيب اللي قلناه زمان، لانج ليفر بون برين، لانج ليفر بون برين، ده الباثولوجي. البروجنوزيس باد، ليه؟ لان النيزوفارينج سايلنت اريا بيدي ليمف نود قبل ما يدي سيمتوم ريليتد للاريا دي، فاكر؟ تمام، يبقى يجي فيه اوكالت برايمري، يدي ليمف نود وانا مش عارف البرايمري فين، يبقى باد بروجنوزس، بكتشفه متاخر، ماشي. زائد ان النيزوفارينج ميد لاين يدي بايلاترال نودال ميتاستاسيس، ولهذا السببين
ولهذين السببين البروجنوزس فيري باد، ان هو ميد لاين وان هو سايلنت اريا، يدي الليمفاتيك متاس قبل ما يدي سيمتوم ريليتد للارتا. الكلينيكال برزنتيشن بتاعه النيزوفارينجيال كارسينوما او كارسينوما اوف ذا نيزوفارينكس بلخصها في كلمه ان الاي اورال مانيفيستاشن اللي هي اير اي يو، الان نيزال مانيفيستاشن يسد النوز، ما هي دي اير، هنا نوز هيسد النوز لانه جاي ورا النوز في النيزوفارينكس. الان الثانيه نيورولوجيكال مانيفيستاشن يطلع على فوق، فوقيه هنا الكافرنس ساينس و3 و4 و6 والاوفتالميك بتاع 5 او تريجيمينال، اذا نيورولوجيكال مانيفيستاشن. الان الاخيره نودال ليمف نود مانيفيستاشن، يبقى بنلخصها في كلمه ان اورال نيزل نودال نيورولوجيكال. طب بقول لك ايه، بلاش اللعبه دي، انا مش عايز احفظ ايه. ماشي، فاكر كلمتي اي تيومر اي كانسر؟ انا مش دكتور اورام، انا مش دكتور اينتي، انا دكتور اورام. ازاي يعني؟ جات لي واحده بكانسر بريست، طيب ايه السيمتومز بتاعتها؟ هتقول لي سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر، انا عندي كلكعه في صدري يا دكتور. دي اول حاجه اسمها سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر، وبعدين سيمتومز اوف لوكال سبريد، عملت انفيجن للثراسك كيج والريبس والماسلز الانتركوستال ماسل، يبقى سيمتومز اوف لوكال سبريد شست بين وليميتيشن للموفمنت، دي اسمها سيمتومز اوف لوكال سبريد. وبعدين عملت ليمف نود ميتاستاسيس، بقى فيها عندها اكزيلري ماس، يبقى اذا سيمتومز اوف ليمفاتيك سبريد. وبعدين عملت بلاد سبريد لانج ليفر بون برين، سيمتومز اوف بلاد سبريد. تعال نمشي على القانون ده ماشي، يبقى اذا سيمتومز اوف ذا برايمري، سيمتوم اوف لوكال سبريد، سيمتوم اوف ليمفاتيك سبريد، سيمتوم اوف بلاد سبريد او جنرال سبريد. سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر، ايه السيمتومز بتاع البرايمري تيومر بقى؟ هيسد الاوستيكيان تيوب لانه طلع من الفص اوف روزمولر، يبقى اذا اورال سيمتوم. يجي على ناحيه واحده، اذا يسد الاوستيكيان تيوب على ناحيه واحده يعمل يونيلاترال سكريتور اوتيتس ميديا وريفيرد بين للاير، ريفيرد اوتالجيا. تمام؟ طيب نيزل سيمتوم اللي هي الان الاولانيه لانه ورا النوز، مع كل دي سيمتوم اوف برايمري تيومر. يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، يونيلاترال نيزل ستشارج ابيستاكسس، الاول بيبقى يونيلاترال ولما يكبر ويروح الناحيه الثانيه يملى النيزوفارينكس هيبقى باي، لكن الاول يوني، يوني فين باي، اوبستراكشن ديستشارج ابيستاكسس، ده اللي هو سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر. نيجي بقى سيمتومز اوف لوكال سبريد، هيسبريد لفوق نيورولوجيكال سيمتوم، الان الثانيه نيورولوجيكال لما امتد لفوق، فوق النيزوفارينكس يعني اللي قدام البترس على طول الكافرنس ساينس اللي فيه 3 و4 و6 كرينيال نيرفز او ماشيين جنبيه و6 جواه والترايجيمينال، مش كده؟ اذا كرينيال نيرف باراليسيز ده لوكال اكستنشن، سيمتومز اوف لوكال سبريد كرينيال نيرف باراليسيز. اول نيرف يتشل هو الترايجيمينال، يحصل لوس اوف سنسيشن، نفس الكلام قلته في الاكوستيك نيروما، لوس اوف كورنيال ريفلكس معايا. وبعدين 3 و4 و6 ممكن يشل اللور فور كرينال نيرفز، بالليمف نود مش بالماس نفسها لوكال اكستنشن، يعني ممكن النيزوفارينجيال كارسينوما اللي هنا تعمل ريتروفارينجيال ليمف نود ميتاستاسيس اللي هي تحت الجوجلر فورمن تدوس على النيرفز اللي نازله من الجوجلر فورمن اللي هو اللور فور كرينال نيرفز 9 و10 و11 و12، ده لما يروح للليمف نود اللي هي ريتروفارينجيال ليمف نود بيسموها ليمف نود اوفروفيير، ليمف نود اوفروفيير اللي هي ريتروفارينجيال ليمف نود. خلي بالك ده غير الليمف جلاند اوف هنا اللي حاجه ثانيه بتاع الاطفال. طيب نيجي لسيمتومز اوف ليمفاتيك سبريد، يجي لك العيان بابر ديب سيرفايكال ليمف نود، ما هو مش هيجي لي بريتروفارينجيال لانها امبالبابل، تمام؟ وبالتالي هيجي لي بابر ديب سيرفايكال ليمف نود. تخيل ان علشان النيزوفارينكس فيري ريتش الليمفاتكس نسبه ان يجي لك بنيك سويلنج ليمف نود ميتاستاسيس 70%، يعني نسبه عاليه قوي. مش بقول لك النيزوفارينكس سايلنت اريا يبريزنت بليمف نود قبل ما يبريزنت بالتيومر اوف ذا برايمري البرايمري اوكالت معايا، وبالتالي نسبه ان يعمل ليمفاتيك ميتاس ويجي للعيان بليمف نود ده 70%، نسبه عاليه جدا. تمام؟ سيمتومز اوف بلاد سبريد اللي هي لانج ليفر بون برين ال ال بي بي لبلب او بلبل، لانج يعمل ايه؟ 3 كف هوموبتس وشست بين، ليفر يعمل ايه؟ 3 ابدومينال بين شولدرز واسايتس، بون يعمل ايه؟ بون اكس وباثولوجيكال فراكشر
برين لو راح انتراكرينيال يبقى اذا هيديك فوميتنج بليرنج اوف فيجن. تمام، ده يبقى سيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر. سيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر اير ونوز، سيمبتومز اوف لوكال سبريد نيورولوجيكال، سيمبتومز اوف ليمفاتيك سبريد نيك ماس نيك لامب. تمام، سيمبتومز اوف بلاد سبريد ليب ليب او بلبل. نيجي للاكزامينشن بقى بتاع النيزوفارينجيال كارسينوما. هي مش ورا النوز؟ تمام. طب انا اشوفها ازاي؟ بالمنظار، دخل منظار في النوز نيزل اندوسكوبي. اذا هعمل له لوكال اكزامينشن للنوز بنيزل اندوسكوبي، وعلى فكره ممكن اخد بايوبسي كانفستيجيشن بالنيزل اندوسكوبي. يبقى انا هبص على انا مش دكتور اورام، انا مش دكتور اني تاني، دكتور اورام، جات لي واحده بكانسر بريست، هكشف على البريست، هكشف على الاكزيلاري ليمف نود، هكشف جنرال تو اكسكلود الميتاسيس، نفس الكلام، هكشف على البرايمري تيومر نيزل اندوسكوبي هشوفه بعيني. تمام، هكشف على النك علشان اديتكت ليمف نود ميتاسيس، وهكشف على النك الناحيتين، خلي بالك ممكن يدي بايلاترال نودال ميتاسيس، هكشف جنرال تو اكسكلود ديستانت ميتاسيس، وعيني على اللنج هي الكومنست. جه واحد اسمه تروتر وعمل تروتر ستريات. ايه تروتر ستريات ده؟ بيقول لك لو لقيت ثلاث حاجات يبقى انت شخصت كده نيزوفارينجال كارسينوما. قال ايه يعني كلينيكال ترايات؟ وده ثالث ترايات في المنهج بالمناسبه. احنا خدنا قبل كده جرافينيجوس ترايات بتاع البتروزايتس، خدنا بعد كده بيكس ترايات بتاع البارافارينجال ابسس، ودلوقتي باخد تروتر ستريات بتاع النيزوفارينجال كارسينوما. ايه بقى تروتر ستريات ده؟ بيقول لك ثلاث حاجات لو لقيتهم يبقى ده نيزوفارينجال كارسينوما. اولا يوريلاترال فيشيال بين، لانه عمل انفيجن للترايجيمينال، طلع لفوق عمل انفيجن للترايجيمينال، الترايجيمينال ده اللي بيغذي الوش بالسنسيشن، يبقى يعمل بين. على فكره الترايجيمينال لما يتدمر يحصل له شوف سنسيشن، هو لسه ما اتدمرش، هو دايس عليه فايريتيتد فيعمل بين، يبقى يوريلاترال فيشيال بين مش باراليسيس. النيزوفارينجيال كارسينوما مش باراليسيس، فيشيال بين سنسوري، خمسه مش سبعه. تمام، ده لو طلع لفوق يونيلاترال فيشيال بين لانه ده ساعه تريجيمينال، ولو نزل لتحت ده سوفت بلات، لو نزل لتحت يونيلاترال بلاتال اموبيليتي، عمل فيكسيشن للماسل بتاع البلد. على فكره الفرق بين باراليسيس واموبيليتي، باراليسيس بينفيد النيرف، اموبيليتي بينفيد الماسل ويثبتها في مكانها. هو هنا عمل انفيجن للماسل، وبعدين يونيلاترال كوندكتيف ديفنس لانه راح للاستيكيان تيوب. يعني ببساطه شديده جدا طلع لفوق تريجيمينال، نزل لتحت البلد، راح لاترالي الاوستيكيان تيوب، هو ده تروترز تراياد. ايه الانفستيجيشن بتاعه النيزوفارينجيال كارسينوما؟ اهم اثنين انفستيجيشن في اي كانسر سي تي وبايوبسي، ولو عايز اشوف السوفت تيشو البرين يعني ام ار اي، عايز اشوف البرين والاي والكلام ده معايا، يبقى سي تي. طالما قلت سي تي في اي كانسر علشان ديتكت ثلاث حاجات والرابعه ليمف نود سايد سايز اكستنشن، ولو في ليمف نود بتس لان بديله صبغه بالذات، ده علشان بيعمل ريترو فارنجيال ليمف نود بتس اللي انا ما بقدرش احسها لانها على الترانسفيرس بروس بتاع سي 1 لانها كلينيكالي نوت بالبابل. طيب ام ار اي ممكن تبين ان الانتراكرينال اكستنشن، ده ام ار اي اهو مبين لي التيومر اهو، مفيش انتراكرينال اكستنشن الحمد لله، البرين اهو سليم. تمام، يبقى ام ار اي علشان لو شايك في انتراكرينال اكستنشن او اي اكستنشن. بايوبسي، بايوبسي ازاي؟ بنزل اندوسكوبي، حط المنظار بلوكال انستيزيا رش بنج موضعي وخد بايوبسي، وطالما كانسر بنقول ميتاستاتيك ورك اب، ده روتين اي كانسر في الجسم ميتاستاتيك ورك اب، اللي هو ايه؟ بشوف ليبليب او بولبول، لانج ليفر بون برين، اشوف الميتاس لللانج ازاي؟ اعمل له شيست اكس راي، اشوف ميتاس للليفر ازاي؟ اعمل له الترا سونوجرافي سونار، اشوف ميتاسيسز للبون ازاي؟ بون سكان مسح زرع، اشوف ميتاس للبرين ازاي؟ ما انا عملت له ام ار اي معايا. يبقى ده اسمها ميتاستاتيك ورك اب، بشوف عمل ميتاس لبقيه الجسم ولا لا، بلاد سبريد. يبقى سي تو بايوبسي اهم اثنين انفستيجيشن. التريتمنت بتاع النيزوفارينجيال كارسينوما ايه؟ صعب قوي تبتدي بالجراحه، ليه؟ اولا ده السكال بيز، النيزوفارينكس ده السكال بيز. تمام؟ يبقى صعب جدا تبتدي بالجراحه. ايه؟ كلمه انا بقولها تملي كده، هتشيل النيزوفارينكس بالسكال بيز والمخ يقعد على مين؟ انت فاهم؟ اذا الراديو ثيرابي هو البرايمري، هو البرايمري اوبشن ليك. يبقى الراديو ثيرابي هي الستاندرد تريتمنت فور نيزوفارينجيال كارسينوما. هدي راديو ثيرابي للبرايمري تيومر في النيزوفارينكس وللنك بايلاترال، لانه ميد لاين بيدي بايلاترال نودال ميتاسيسز،
وحتى لو مفيش نيك نود ميتاسيسز هدي برضه راديو ثيرابي للنيك، لان نسبه الليمف نود ميتاس عاليه جدا 70%. تمام، وبالتالي تو ذا برايمري تيومر بدي اراديشن، وللنيك ان بوث سايدز بحمي عينيه بشيلد كده علشان ما يجيلوش كاتركت من الاراديشن، واديها له اهو اهو، ده جهاز الاراديشن اللي هيسلط اراديشن على العيان معايا، يعني ده الجهاز اللي هينزل اراديشن على العيان وانت عامل بروتكشن للاي. ده راديو ثيرابي للبرايمري تيومر وللنيك نودز. طب سيرجري هل له دور؟ بص السيرجري ملوش دور للنيزوفارنجيال كانسر اتسلف، امال له دور لمين؟ لو انا اديته راديو ثيرابي والنيزوفارنجيال كانسر خف بينما الليمف نود ما خفتش، ممكن اشيل الليمف نود جراحيا، يبقى راديكال نيك ديسكشن، يبقى السيرجري هاز نو بليس فور ذا برايمري تيومر، لكن ليه بليس للسكندري ليمفاتيك ميتاستاسيز، ان لو البرايمري خف ممكن اشيل السكندري، اما لو البرايمري ما خفش هتشيل السكندري ليه؟ ما البرايمري ما خفش. تمام، يبقى راديكال نيك ديسكشن لو البرايمري خف، وهناخد الراديكال نيك ديسكشن ان ديتيلز في الكانسر. الاوروفارنجيال تيومر او الاوروفارنجيال كارسينوما المالجنت تيومر، طبعا البابلوما والادينوما ده فيري رير، الكانسر اكتر. هنتكلم على السبع عناوين بتوع الكانسر. الايدج مور كومن ان اولد ايدج، اولد فوق سن ال 60، اولد فوق سن ال 60، بس ده في الكارسينوما. انت قلت لي ممكن يجي لمفوما في 25% من الحالات، لان التونسل لمفويد تيشو والبانج بيز لمفويد تيشو، هو اصلا الاوروفارنكس عباره عن تونسل يمين وشمال وتانج بيز، هو ده الاوروفارنكس تونسل وتانج بيز كلها لمفويد تيشو، وبالتالي ممكن يجي لمفوما اللي هي ساركوما، دي تيجي في اليانج ايدج غالبا، اما الكارسينوما في الاولد ايدج. على فكره دي قوانين الباثولوجي، الكارسينوما اكتر في الاولد والساركوما اكتر في اليانج، ده بالنسبه للايدج. السكس مور كومن ان ميلز، البري ديسبوزنج فاكتور حط له السموكنج والراديشن زيه زي غيره، بس احنا وصلنا لمنطقه البلبعه، الكحول، الكحول ممكن يؤدي الى كانسر بري ديسبوزنج فاكتور. نيجي للباثولوجي، اربع عناوين، جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزس، الجروس 2 اس سايتو شيب، الشيب يا السر يا كولي فلاور نيدولار انفلتريتيف، بس قوانين عامه، الكارسينوما تيجي اكتر السر ريزد ايفيرتد ايدج ريجولار نيكروتيك فلور، ده الكارسينوما، والساركوما تيجي اكتر ماس، الليمفوما تيجي اكتر ماس، ليه؟ اقول لك ليه، اعتبر دي التونسل، الكارسينوما بتيجي من السيرفيس ابيثيليوم وبالتالي تعمل السر، اما الليمفوما او الساركوما بتيجي من السب ابيثيليال تيشو، السب ميوكوزال تيشو، فتكبر وبالتالي تنفخ الميوكوزا تعمل ماس، كولي فلاور ماس معايا. طيب يبقى كلام عام الساركوما تبريزنت اكتر بماس والكارسينوما تبريزنت اكتر بالسر. السايت، وما هو السايت في الاوروفارينكس الا تونسل وتانج بيز؟ الميكروسكوبيك سكوما السيل كارسينوما في 75% من الحالات، لمفوما في 25% زي ما قلنا قبل كده، السبريد دايركت وليمفاتيك وبلاد عادي، اقعد الفها دايركت، هي في التونسل هتطلع فوق للبلد تنزل اهي للبلد اهو، تنزل تحت للطنج معايا، تطلع لاترال للبارافارنجيال سبيس بالكاروتيد شيس كله معايا والبتريجويد ماسل، ده دايركت. الليمفاتيك هتروح ايه اللي سبيسيفيك ليمف نود للتونسل والطنج بيز؟ جوجلو داجاستريك، جوجلو داجاستريك ليمف نود اللي هي بلو اند مايند انجل اوف ذا ماندبل، عند الجنكشن ما بين البستيرو بيلي اوف داجاستريك والانترا جوجلر فين معايا، يبقى دي سبيسيفيك ليمف نود للتونسل والطنج بيز، ده ليمفاتيك بلاد لبلب او بولبول، مش هنكرر الكلام تاني. البروجنوزس على حسب الاستيج اللي جالك بها العيان، يبقى ده الاربعه ايتمز اللي في البيولوجي. نيجي للكلينيكال بيكشر، على فكره المفروض ما نشرحوش، المفروض تالفه من عندك، خلاص المساله بقت سهله قوي. انا مش دكتور انا مش دكتور اي ان تي، انا دكتور اورام. ماس ده البرايمري تيومر، اكستنشن لوكال يبقى سيمتومز اوف لوكال سبريد، سيمتوم اوف ليمفاتيك سبريد، سيمتوم اوف بلاد سبريد. تعالى نطبق الموضوع ده، سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر وهو في الاوروفارينكس يبقى يشتكي بايه؟ صعوبه بلع، ديسفيجيا، وريفيرد بين للاير، هنا مش هيعرف يبلع، وريفيرد بين للاير، ريفيرد اوتالجيا عن طريق جاكوبسونز تمبريك برانش اوف جلوسوفارينجيال. تمام، ده سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر. سيمتومز اوف لوكال سبريد هيروح للتريجويدز، تريزماس، ان ابيليتي اوبن ذا جو لان حصل انفيجن للتريجويدز. سيمتومز اوف ليمفاتيك سبريد هنا جوجلو داجاستريك ليمف نود، هيجي لك بنيك سويلنج، نيك ماس، نيك لامب.
symptoms of blood spread لبلب او بولبول lung liver bone brain واخواتهم الساينس الاكزامينيشن انا مش دكتور ENT انا دكتور اورام جات لي واحده بكانسر بريست هكشف على البريست هكشف على الاكزيلري ليمف نود هكشف جنرال هنا هكشف على الاوروفارينكس افتح بقك يا عيان وشوف هكشف على الليمف نود هكشف جنرال توكسيكلود الميتاس بس الاوروفارينجيال اكزامينيشن افتح بقك يا عيان وبخفض اللسان اشوف يا السر في الكارسينوما يا ماس في الليمفوما نيك اكزامينيشن علشان الليمف نودز جنرال اكزامينيشن علشان الديستانت ميتاستاسيس الانفستيجيشنز اهم اتنين انفستيجيشن في اي كانسر سي تي وبايوبسي سي تي بقول له ثلاث حاجات زائد الليمف نود سايت سايز اكستنشن ولو في ليمف نود ميتاس لان مديله صبغه مديله كونتراست طب لو انا عايز اشوف السوفت تيشو بتاع الكاروتيد شيس والبارافارينجيال سبيس اعمل له ام ار اي بايوبسي ازاي هتاخد بايوبسي ازاي افتح بقك يا عيان اهو وبخفض اللسان حتى دي معلقه بظهر المعلقه بيبصوا على لسانه بخفض اللسان واشوف التيومر اهو اخد منه بايوبسي بالجفت تمام ميتاستاتيك ورك اب زيه زي اي كانسر اشوف الميتاس لللنج والليفر والبون والبرين زي ما قلت المره اللي فاتت التريتمنت طبعا البرايمري تريتمنت برضه ريديوثيرابي ريديوثيرابي لمين للبرايمري تيومر في الاوروفارينكس والليمف نود في الرقبه ده التريتمنت اوف تشويس طيب نفترض ما خفش بالريديوثيرابي يبقى ايه السكند اوبشن بالنسبه لي سيرجري العمليه مجرمه جدا 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 اسمها ايه كوماندوز اوبريشن يا خبر ابيض عامل زي الكوماندوز الامريكان كده عمليه مقرفه جدا الحقيقه شفتها مره واحده في حياتي وانا مدرس مساعد وما عدتش دخلتها بعد كده انا في نظر العين ما بيعيش العين بيموت من العمليه نفسها بس هو حالته ديزاستراس يعني بتبقى حالته اند ستيج ايه الكوماندوز اوبريشن دي يعني كومبايند نيك ديسكشن تمام مانديبليكتومي بشيل ماندبل والاو الاخيره بتاع كوماندو اوروفارينجيال ريسكشن ورسمت لك الرسمه يعني بتشيل جزء من الاوروفارينكس بالماندبل اللي هنا الريموس اوف ذا ماندبل بالليمف نود في الرقبه نيك ديسكشن راديكال نيك ديسكشن علشان كده اسمها كومبايند بتتشال كلها وان ماس ان توتو توتال بلوك يعني بالليمفاتيك برميشن بتاعتها يعني التيومر هنا في الاوروفارينكس الريموس اوف ذا ماندبل هنا والليمف نود هنا كل ده يتشال كومبايند كوماندوز تمام مش كوماندو امريكاني لا كوماندوز كومبايند نيك ديسكشن مع مانديبليكتومي مع اوروفارينجيال ريسكشن ده لو الريديوثيرابي فيلد ده الاوروفارينجيال تيومر نيجي بقى للهايبوفارينجيال تيومر اللي هو مين اللي مالجنانت السبع عناوين بتوع اي كانسر الايج اولد فوق سن ال 60 ده الهايبوفارينكس يا جماعه ورا اللارينكس ده اللارينكس وده الفوكال كورد يمين وشمال تمام ده الابيجلوتس ودي الاريتينويد اريتينويد يبقى اللي بين الابيجلوتس والاريتينويد ده الاريبيجلوتك فولد وده الاريبيجلوتك فولد وعلى فكره ده التانج لو عايز تعرف اكتر الحته دي اسمها فاليكولا والحته دي اسمها فاليكولا اللي هي ما بين البيز اوف ذا تانج والابيجلوتس معايا طيب الهايبوفارينكس بقى المناطق بتاعته ايه بص دي البايروفورم فصة ودي البايروفورم فصة بينما دي البوست كريكويد اللي قلناه قبل كده من الليفل اوف ذا اريتينويد لغايه اللور بوردر اوف كريكويد على فكره دي كريكويد دي يبقى كل دي بوست كريكويد والمنطقه اللي انت فتحتها لي دي وفردتها اللي هي البستروفارينجيال وول المفروض تقفل تمام طيب يبقى الهايبوفارينكس سبع عناوين الايج اولد فوق سن ال 60 السكس مور كومن ان ميلز البري ديسبوزنج فاكتور الاثنين اسطمبه السموكينج والراديشن ونزود الالكوهول برضه الالكوهول في الاوروفارينكس الالكوهول في الهايبوفارينكس الالكوهول في الاسوفاجس الالكوهول في الاستومك سكه الكحول سكه الخمره معايا ده احنا خدنا حاجه قبل كده اسمها بلامر فينسون سندروم بيعمل بوست كريكويد كارسينوما فاكر اللي بيجي في الفيميلز سبحانك يا رب تمام يبقى بلامر فينسون سندروم ده بريديسبوزنج فاكتور اللي كان في ارديفيشنسي انيميا باترسون براون كيلي ديزيز مش كده اللي بيجي في الميدل ايجد في ميلز يبقى ده البريديسبوزنج فاكتور نيجي للباثولوجي اربع عناوين جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزيس الجروس 2 اس السايت والشيب الشيب قانون عام يا السر يا كل فلور نيدولار انفلتريتيف السايت يا اما يجي في البايروفورم يمين او شمال
يا يجي في البوست كريكويد يا يجي في الميستيروفارنجيال وول. البايروفورم فصة نسبتها 50%، على فكرة هي مش الكومنست لأن بايروفورم رايت أو ليفت، يعني لو هتاخد كل واحدة هتاخد كل واحدة 25، فالبايروفورم 50%. البوست كريكويد ورا الكريكويد 40%، ومن رحمة ربنا علينا البستروفارنجيال وول 10% بس، وإن كان أنا شفتها نسبة أقل من كده بكتير بس الكتب بتكتب كده. البستروفارنجيال وول 10%. أنا ليه بقول من رحمة ربنا علينا؟ لأن البستروفارنجيال وول دي على طول على الفيرتبري، على طول انفيجن للفيرتبري وفيكسيشن، مش كده؟ طيب يبقى 50 40 10. الميكروسكوبيك اسكوما سيل كارسينوما ان موست كيسز. اه بالمناسبه ده اللارنكس وده الهايبوفارنكس، فيه كانسر اهو. الهايبوفارنكس اللي فيه كانسر ده عمل ليمف نود اهي عند الراجل اهي، عمل ليمفاتيك متاس. ما تنساش ان البايروفورم فصه اللي جفاها الكانسر دي سايلنت اريا، فتدي ليمفاتيك قبل ما تدي سيمتوم، ليمفاتيك سبريد. طيب السبريد بقى يا دايركت يا ليمفاتيك يا بلاد كالعاده. دايركت السراوندنج ستراكشر، تعال نقسمها مع بعض. بص بقى نمسح لي ده. دايركت هيطلع على قدام اللارينكس هورسنس وسترايدور، هيطلع على فوق تانك بيس بس يعني بعيد شويه، هيروح لاترالي للبارافارنجيال سبيس، هينزل لتحت للاسوفجس. بقول لك الهايبوفارنجيال كارسينوما بيبقى لها سب ميوكوزال سبريد اب تو 1 سنتيمتر، وانا مش شايف داون وورد للاسوفجس. علشان كده معظم الهايبوفارنجيال كانسر لما باجي اشيلها بشيل معاها الاسوفجس، لانها اكستندد الاسوفجس من غير ما يكون باين سب ميوكوزال معايا اب تو 1 سنتيمتر. ده بالنسبه لتحت. طبعا بوستيريور اكستنشن الفيرتبري. طيب تعرف منين ان اكستندد للفيرتبرال كولم؟ الطبيعي وانت بتبلع ريقك اللارينكس والهايبوفارينكس بيتحركوا اب اند داون جلوتيشن، لو اكستندد للفيرتبري هيبقوا فيكسد وهو بيبلع ريقه، ابلع ريقك يا عيان ما يتحركش اب اند داون معايا لانه فيكسد للفيرتبرال كولم. طيب ده الدايركت سبريد. الليمفاتيك سبريد بيروح للابر واللور ديب سيرفايكال لانه في النص، فيروح للابر واللور ديب سيرفايكال ليمف نودز. بس للاسف الشديد البوست كريكويد اريا دي في النص ميد لاين، تدي بايلاترال نودال ميتاستاسيس زي النيزوفارينكس مكان ميد لاين. اه وللاسف الشديد تاني ان البوست كريكويد دي تدي للاسف بارا تراكيال وسوبريم ميدياستانا ليمف نود لانها اكستندد لتحت، فتروح مديها بارا تراكيال وسوبريم ميدياستانا ليمف نود. طب وانت بتقول للاسف ليه؟ لان الديسكشن صعب جدا بتاع الميدياستانا ليمف نود، انا بتاع ان تي وبالتالي البروجنوزس باد. تمام تدي بارا تراكيال وسمير ميدياستانا ليمف نودز، والكلمه دي على فكره هتتكرر في اللارينكس في السب جلوتيك كارسينوما لان البوست كريكويد اهي هي من قدام في اللارينكس سب جلوتيك اريا، فتدي بارا تراكيال وسمير ميدياستانا ليمف نودز برضه. تمام للاسف الشديد تالت ان البايروفورم فصة دي سايلنت اريا، تدي ليمفاتيك ميتاسيسز قبل ما تدي ديسفيجيا، تخيل قبل ما تدي سيمتوم ريليتد ليه الاريا اللي طالعه منها، ولهذه الاسباب البروجنوز باد. البلاد سبريد لانج ليفر بون برين، لانج ليفر بون برين البروجنوزس قلت فيري باد علشان البوست كريكويد ميد لاين، علشان البوست كريكويد بيدي البارا تراكيلوس بريمي دسان الليمف نود، علشان البايروفورم سايلنت اريا. الفايف يير سرفايفر ريت 30%، يعني لو جبت 100 واحد عالجتهم صح بكل العلاجات جراحه وريديوثيرابي تمام، بعد خمس سنين هتلاقي كام واحد من المية عايشين؟ 30. يبقى الفايف يير سرفايفر ريت 30%. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الهايبوفارنجيال كارسينوما. انا مش هكرر علشان ما ازهقكش، انا مش دكتور اي ان تي، انا دكتور اورام. يبقى سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر، سيمتوم اوف ليمفاتيك سبريد، سيمتوم اوف لوكال سبريد اسف، سيمتوم اوف ليمفاتيك سبريد، سيمتومز اوف بلاد سبريد. سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر في الهايبوفارنكس ايه؟ ديسفيجيا. اي ديسفيجيا في مجرى الاكل اكتر للسوليدز ذين تو سوليدز اند فلويدز، يعني الاول بتبقى الاكل بعد كده الاكل والسوائل للاكل والميه. بس اعمل حسابك في ان بحمرة البايروفورم فصه سايلنت اريا، تدي ليمف نود قبل ما تدي ديسفيجيا. تمام وخلي بالك من هنا، انا جيت لمجرى الاكل اكتر اتنين كانسر يعملوا ديسفيجيا اند لوس اوف ويت هايبوفارينكس واسوفاجس، يعمل كاشيكسيا بسرعه اللي هو لوس اوف ويت لان ده مجرى الاكل، يتبعهم الاستومك. لكن الهايبوفارينكس والاسوفاجس
كشيكس يا سريع. ريفيرد بين تو ذا اير، ريفيرد اوتالجي عن طريق الفيجاس، ارنولد برانش اوف فيجاس لاين، نزلت تحت شويه فانا تحت الجروس فارنجيال، وان كان هو ميكسد ما بين 9 و10 قولها 10، يبقى ريفيرد اوتالجيا هو هنا يرفير للاير. تمام. تشوكينج شرقه ليه؟ الله، مش الهايبوفارينكس اتقفل، هيجي يشرب الميه، الميه ما بتنزلش، بيحصل لها ريجرجيتيشن، وبعدين شويه ميه او سلايفا يروحوا قاعدين على اللارينكس على قدام اهو، اللارينكس الحته دي اللي قدام. طب وايه المانع ان الفلويد اتحاش والسلايفا والميه فيروحوا على اللارينكس يشرق، يبقى تشوكينج، ويرجع الميه من مناخيره قبل ما توصل، من بقه قبل ما توصل للاستومك لانه مقفول، ريجرجيتيشن اوف اندايجستد فود، ميه واكل. لوس اوف ويت كاشيكسيا طبعا لان ده مجرى الاكل. السيمتومز اوف لوكال سبريد، مين اللي هيروح على اللارينكس؟ ده اللي يهمني. لو راح على اللارينكس على قدام يعمل هورسنس واسترايدور. بص بقى، لو عيان الكانسر بدا في الهايبوفارينكس وبعد كده امتد لللارينكس، هيبتدي بديسفيجيا ذن هورسنس. تمام. اما لو ابتدى بهورسنس وبعدين ديسفيجيا، يبقى ده كانسر لارينكس وامتد لورا الهايبوفارينكس. تمام. طيب سيمتومز اوف ليمفاتيك سبريد، نيك سويلنج علشان الليمفنود متاسس. سيمتومز اوف بلاد سبريد، لبلب او بولبول، لانج ليفر بون برين، وقول كل واحده ايه. ده سيمتومز. نيجي للساينس بقى، فاكر دكتور اورام، هكشف على البريست، هكشف على اكزيلاري ليمفنود، هكشف جنرال توكسيكلود ميتاسس، هايبوفارينكس، هكشف على هايبوفارينكس، هكشف على النك، هكشف جنرال توكسيكلود ديستنت ميتاسس. هكشف على النك الهايبوفارينكس الاول، برايمري تيومر الهايبوفارينكس بايه؟ هو الهايبوفارينكس ورا اللارينكس، يبقى نفس الاكزامينيشن بتاع اللارينكس هشوف الهايبوفارينكس اللي هو ايه، بالمرايه اندايركت لارينجوسكوبي اهي، زي ما بينت اللارينكس من قدام هتبين الهايبوفارينكس ورا، او فليكسبل لارينجوسكوبي هتبين اللارينكس من قدام الهايبوفارينكس من ورا. تمام. بالمنظار سيان الاندايركت لارينجوسكوبي او الفليكسبل لارينجوسكوبي هلاقي يا اما فروث لو السر، يعني الالسر بتبقى كده ريزد انفيرتد انجي ريجولار فلور، فبتلاقي السلايفا متحوشه هنا زي الطبق، بنسميها فروث اوف سلايفا او بولينج اوف سلايفا. تمام. فروث او بتشوف ماس كانسر بجد معايا، يبقى يا اما تلاقي تيومر ماس، يا اما تلاقي فروث كوليكشن اللي هي السلايفا في البايرفورم او البوست كيركويد اللي هي الكومن. النيك اكزامينيشن طبعا عيني على النيك نود، لمف نود بس هزود حاجه هنا بقى، حاجه اسمها موري ساين. ايه الموري ساين دي؟ الموري ساين دي بص انا عايز ارسمها بنفسي، هي الرسمه اللي باينه قدامك دي دلوقتي، المفروض هنا دي لما ارسم لك كده الهيدن نيك، ده الهارد بلت، ده السوفت بلت، ده التانج، ده الابيجلوتس، وده اللارينكس، ودي الفيرتبري، هنا الكريكوت كارتليج اللي انا ظللتها دي، ودي الفيرتبري. الهايبوفارينكس هنا هو وراهم، ما بين الاثنين، ما بين الكريكوت من قدام والفيرتبري ورا. لو في كانسر في الهايبوفارينكس هنا، لو جيت تحك الكريكوت في الفيرتبري ما يحكوش في بعض لان في كانسر ان بتوين. الطبيعي بتاعك انك لما تحك لو انت نورمال هتسمع كليك طرقعه، لما تزوق الكريكوت لورا وتحكها فروم سايد تو سايد هتسمع كليك، لو في كانسر ان بتوين هيبقى في ابسنت كليك، هي دي مور الساين. يبقى مور الساين كده بوزيتيف لو في تيومر، يعني في ابسنت كليك اهي باينه اهي، ايدي اهي زقيت الكريكود على ورا، زنقتها في الفيرتبري وحكيتهم في بعض فتسمع كليك، اعملها على نفسك فعلا كليك بس تزق على ورا. تمام. لان الكريكود بتحك في الفيرتبري ما حكوش، يبقى في ماس ان بتوين اللي هايبو فارنجيال كارسينوما. تمام. يبقى في ابسنت كليك في المور الساين اللي هي بوستيف فور تيومر، بوستيف يعني ابسنت كليك. الجنرال اكزامينيشن بقى توكسكلود ديستنت ميتاستاسيس، طبعا اهم حاجه توكسكلود ديستنت ميتاستاسيس. عيان الهايبوفارنجيال كارسينوما الحقيقه انت بتعرفه وانت قاعد على مكتبك وهو داخل من باب العياده، بتلاقيه في سيفير لوس اوف ويت كاشيكسيا، مالجنت كاشيكسيا، لانه ما بياكلش، ما ده مجرى الاكل، قلت لك الهايبوفارنجس والاسوفجس يعملوا كده، فتلاقيه كاشيكتك. تمام. البيشنت اندر ويت. طيب دي نمره واحد. نمره اثنين، عنده بالر. ليه؟ لانه السترونجست بريديسبوزنج فاكتور اللي هو بلامر فينسون سندروم، اللي عنده انيميا، فتلاقي العين بيل عنده بالر.
خلاص، وانت بتعمل جنرال توكسيكلود ديستنت بتاسس. يبقى اذا لما تبص العيان تلاقي كاشكسك كاشكتك اندر ويت وتلاقي بيل. نيجي للانفستيجيشن بتاع الهايبوفارنجيال كارسينوما. اولا هو الكانسر ورا الكريكويد قدام الفيرتبري. طب بتعمل له اكس راي لاترال فيو، اكس راي على النيك لاترال فيو، تلاقي وايدنينج في البريفيرتبرال سبيس اللي احنا خدناها في ريتو فارنجيال ابسس. بس ده طبعا ريتو فارنجيال ابسس في خلال ايام لان ده ابسس، لكن ده بقاله شهر شهرين ثلاثه. بص بقى، ده الهارد بلد، ده السوفت بلد، ده الجلوتس، ودي الفيرتبري. الكانسر هنا فهيزق اللارينكس والتراكيا على قدام، وبالتالي يحصل وايدنينج في البريفيرتبرال سبيس. انا بسميه في الاشعه بريفيرتبرال سبيس لو هو بوست كريكوت كارسينوما. طيب الهايبوفارينكس ما يبانش في الاشعه العاديه، لما تبلغوا صوبه الباريم وتشوف ترسم لي الهايبوفارينكس هتلاقي فيه الريجولاريتي، هتلاقي فيه السر وهكذا، الريجولار فيلنج ديفكت. هو الباريم سوالو في ميزه بقى ان بيوريك اللور ليميت اوف ذا تيومر، يعني انا لما ادخل بالمنظار هنا انا شايف الابر ليميت، انا مش شايف وصل لفين تحت في الحته دي. تمام، فميزه الباريم سوالو ده الهايبوفارينكس اهو والكانسر اهو، وبعدين كمل كده. فالباريم سوالو صبغ لي كل ده وراني اللور ليميت اوف ذا تيومر، ده ميزه الباريم سوالو. اهم من كل ده، اهم اتنين انفستيجيشن في اي تيومر، سي تي وبايوبسي. سي تي بيبين لي السايت والسايز والاكستنشن، ولو في لمف نود هي دي السي تي. تمام، بين لي كارسينوما في الهايبوفارينك في البايرفورم فص اهي، تمام، ولمف نود اهي، ماشي. يبقى ده سي تي بين لي السايت والسايز والاكستنشن، ولو في لمف نود بس لانه واخد صبغه كونتراست. طيب بايوبسي، بايوبسي ازاي؟ ما ينفعش اقول له افتح بقك واخد بايوبسي، يبقى لازم اندر جنرال انستيزيا وادخل له ماسوره حديد من بقه لغايه الهايبوفارينكس، اسمها هايبوفارينجوسكوبي، هي اللارينجوسكوبي، بس اللارينجوسكوبي يبين لي اللارينكس من قدام والهايبوفارينكس من ورا. تمام، يبقى اذا هايبوفارينجوسكوبي واشوف الماس واخد منها بايوبسي علشان اشخصها. بص بتبقى مشطوفه على تحت كده تبين ورا الهايبوفارينكس، لو مشطوفه على قدام تبين اللارينكس، لارينجوسكوبي. ده انا المره دي عايز هايبوفارينجوسكوبي. يبقى اذا نايم اهو اندر انافيزيا، مدخل ماسوره حديده اهي، تمام، ببص بعيني واخد بايوبسي، يبقى هايبوفارينجوسكوبي عند بايوبسي، وميتاستاتيك ورك اب زيه زي اي كانسر لانج ليفر بون برين. التريتمنت بتاع الهايبوفارينجيال كارسينوما، اولا ده كانسر لعين جدا، البروجنوزس فيري باد. ما انا قلت لك البوست كريكويد ميد لاين بتدي بايلاترال نودال ميتاستاسيس وباراتراكيال سوبريميدال ساينال ليمف نودز والبايروفورم سايلنت، فهو البروجنوز فيري باد، وبالتالي ما ينفعش سنجل موداليتي اوف تريتمنت، ما ينفعش علاج واحد، وبالتالي كومبايند. فاكر الكانسر ماجزيلا التيومرز اوف ذا ساينسز المالجنانت، كومبايند. كومبايند يعني ايه؟ سيرجري اند بوست اوبريتيف ريديو ثيرابي، يعني هشيله واحرقه بعديها بالاراديشن علشان لو في اي سيلز لسه. تمام، يبقى كومبايند تريتمنت سيرجيكال زائد بوست اوبريتيف ريديو ثيرابي. طيب انت كدكتور اورام هتعمل ايه؟ هعالج البرايمري تيومر وهعالج الاكزيلاري ليمف نود، هشيل الاثنين. تمام، لو في ميتاستاسيس ده كونترا انديكيشن، ده بالياتيف، باليشن خلاص هو كده ولا كده ميت. يبقى اذا كيوريتيف لو العيان جالي ايرلي لسه ما فيش ميتاستاسيس، بالياتيف لا ده العيان جالي في مرحله متاخره خلاص هوبليس، يعني ايه؟ حصل ديستنت ميتاستاسيس او راح للفيرتبرال كولم، عمل اكستنشن للفيرتبري خلاص انتهت، يبقى ده باليشن، يبقى في الاكستنسيف تيومر فيكسد للفيرتبرال كولم او عامل ديستنت ميتاستاسيس. في الحاله دي اديله باليشن، حاجه تريحه لغايه ما ربنا ياخد بايده والفتره اللي هيعيشها يعيشها بدون الام، اللي هو ايه؟ ريديو ثيرابي يكشش التيومر شويه، كيمو ثيرابي يكشف التيومر شويه. طيب خنقه، راح للارينكس وخنقه، اهو اللارينكس قدام اهو، خنقه، اسيبه يموت من الخنقه؟ لا، اعمل له تراكيوستومي. في الحاله دي جراحه، ولكن جراحه للاعراض، يبقى اسمها بالياتيف سيرجري. يبقى اذا بالياتيف تراكيوستومي، وممكن لو سد الهايبوفارينكس تماما وما عادش عارف ياكل، ما خلوش يموت من عدم الاكل، افتح له فتحه في الاستومك، جاستروستومي، استوما يعني فتحه، جاستروستومي، يبقى تراكيوستومي للسترايدور، جاستروستومي فور فيدنج. تمام،
بين كيلرز سترونج انالجيزك بتدينه مورفين اللي هو المخدرات، لان البين بتاع الكانسر لما بيعمل انفيجن للنيرف بيبقى قوي جدا. اديكويت فيدنج، اكلم زميلي بتاع البطنه يجي يحط له اي في لاين، وممكن احط له رايل واقعد اغذيه واي في فلويدز، تمام. ده الباليتيف تريتمنت. امال بقى الكيوريتيف تريتمنت؟ جالي ايرلي وليمف نود ميتاستاسيس لا تعني ان ادخله تبع الباليتيف، لا ممكن اشيل الليمف نود براديكال نيك ديسكشن، يبقى انا هعالج البرايمري تيومر وهعالج الليمف نود النيك نود، تمام. براديكال نيك ديسكشن لو في الليمف نود ميتاس. طب البرايمري تيومر ازاي؟ بص بقى، انا قلت لك كلمه ان الهايبوفارينجيال كارسينوما فيري كومن انها تكستند الاسوفاجس اتليست 1 سنتيمتر سب ميكوزال سبريت ما يبقاش باين، وبالتالي لما اجي اعالج الهايبوفارينجيال تيومر لازم اعمل توتال فارينجو، اشيل كل الهايبوفارينجز، لارينجكتومي واشيل كمان اللارينجز. انت عندك فكره ان البستير وول الانتير وول بتاع الهايبوفارينجز هي البستير وول بتاع اللارينجز؟ الهايبوفارينجز اللارينجز اهو والفوكال كورد اهي والهايبوفارينجز اهو، فالبستير وول بتاع اللارينجز هي الانتير وول بتاع الهايبوفارينجز. طب انت لو شلت دي كده اللارينكس يفضل ازاي؟ ما ينفعش، يبقى لازم توتال فارينجو لارينجكتومي، كله توتال فارينجو لارينجكتومي، تمام. يعني هتشيل لارينكس كمان وهتشيل هايبوفارينكس طب والكوميونيكيشن ما بين الاوروفارينكس وتحت؟ ده انت كمان بتشيل اوسوفجاس اوسوفجيكتومي، كل ده يتشال علشان الصب ميكوزال سبريد، يبقى توتال فارينجو لارينجكتومي زائد او ناقص اوسوفجيكتومي غالبا بتشيله، تمام. وكمان بوست اوبريتيف ريدي ثيرابي، ما انا قلت لك كومبايند. طيب والكونكشن بقى ما بين الاوروفارينكس والاستومك لما انت شلت الهايبوفارينكس والاسوفاجس؟ بص بقى، يا اما ترفع له المعده وتوصلها بالاوروفارينكس تبقى معدته هنا اهو في الثوراكس، طب ما هي المعده كبيره قوي، يبقى قص منها حته واعمل لها انستوموزس، حاجه اسمها ستومك بول اب او جاستريك بول اب، وده احسن ريكونستراكشن افتر توتال فارينجولارنجكتومي، تمام. يبقى ستومك بول اب، يبقى هجيب المعده دي، انا الجزء الاحمر ده شلته، وهجيب المعده دي الجزء الاخضر ارفعه فوق واعمل له انستموزس هنا، يبقى ستومك بول اب معايا، واقص حته من المعده لو هي كبيره قوي. طب والعيان هياكل ازاي؟ ده انت لما تاكل بطنك بيتنفخ قد كده، لا بدل ما ياكل 3 طقات في اليوم، ده لو عاش ياكل 10 طقات كل طقه صغيره لان الرقبه حجمها صغير، يبقى ستومك بول اب. دي اول طريقه ريكونستراكشن. تاني طريقه جابوا حاجه لذيذه جدا، قال لك ايه؟ طب ما انا اجيب السكين اللي عارفور ارم ده اهو بالفين بالارتري بتاعه بريديال فين اند ارتري، تمام، واعمله كتيوب بحيث السكين سيرفيس يبقى على جوه، اعمله كتيوب واوصله فوق وتحت، يبقى هو كده فلاب ولا جرافت؟ فلاب، لان انا جبته بالارتري بالفين بتاعه وهوصله بالاكسترا كاروتيد بالانتيريا جاجولار فين، اسمه فري ريديال فور ارم فلاب، فري لان خدته فري ريديال فور ارم فلاب، تمام، فري ريديال فور ارم فلاب. طيب في طرق قديمه بكتوراليس ميجور مايوكوتينيس فلاب، بكتوراليس ميجور ده اهي ويلفها السكين يبقى على جوه ويعملها فلاب ويعمل لها توصيله ما بين الاوروفارينكس والاستومك. طيب في طريقه ثانيه لاتسماس دورساي مايوكوتينيس فلاب بالجلد اللي عليها ممكن، تمام. طيب كان في طريقه قديمه قوي الدلتويد، السكين بتاع الدلتويد، بس يعني بتفيل، لكن الطريقتين اللي مستخدمين دلوقتي يا استومك بولاب جاستريك بولاب يا فري ريديال فور ارم فلاب علشان تعمل ريكونستراكشن، تمام. الهايبوفارينجيال كارسينوما موضوع الحياه البروجنوزس فيري باد. الاوبريشنز بقى بتاع الفارينكس، التونسيليكتومي من اهم العمليات في الاينتي، بل من اهم العمليات يا اخي في الطب بعد التراكيوستومي. يعني برانش الاينتي ده بيحتوي على اهم عمليتين في الطب، تراكيوستومي لايف سيفنج، وتونسيليكتومي دي بوكيت سيفنج للدكتور. احنا تخصصنا انف واذن ليه؟ علشان نعمل لوز ونكسب فلوس. ما هي اللوز ممكن تخنق الطفل،
مهلوز ممكن تعمل روماتيك فيفر، مهلوز بتعمل صديد وسخونيه، وبالتالي دي بوكيت سيفنج لجيب الدكتور، والتراكيوستومي لايف سيفنج لحياه العيان. تمام؟ عمليه اللوز، وعلى فكره علشان اقول لك حاجه، عمليات اللوز دي يعني اي دكتور انف واذن تيجي تساله تقول له انت تخصصت انف واذن ليه؟ علشان ابقى هيد اندريك سيرجن واعمل واعمل. سيبك من الكلام الاونطه ده، ده علشان يعمل لوز، لان اللوز عمليه مربحه جدا. معايا؟ العمليه بتاخد ربع ساعه تلت ساعه، والاهل بيقعدوا يجيبوا شوكولاته وايس كريم وبتاع لابنهم، والدكتور بيقبض له قرشين ويمشي فرحان، والحكيمه بتاخد تبس، وكل الدنيا بتبقى مبسوطه. فالتونسيلكتومي دي عمليه لذيذه جدا. تمام؟ عمليه استئصال اللوزتين، تونسيلكتومي. قبل ما نقول تونسيلكتومي لازم نقول الانديكيشن بتاعها ايه، وامتى ترفض تعملها الكونترا انديكيشن، وازاي تحضر المريض لعمليه اللوز، وايه المشاكل اللي ممكن تحصل بعد اللوز، والكير بتاعه بعد العمليه ايه. لازم النقط دي معايا. طيب اللوز بقى، التونسيلكتومي، ايه الانديكيشنز اوف تونسيلكتومي؟ لو اللوز جت مره واحده التهبت اكيوت تونسيلايتس مره واحده، ده مش انديكيشن للتونسيلكتومي، ده لازم ريكارنت اكيوت اتاك اكتر من اربع مرات في السنه. وعلى فكره الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس قسموها مش كده بقى، مش زينا، ده قال لك لو جت سبع مرات في سنه واحده تعمله تونسيلكتومي، لو جت خمس مرات في السنه لمده سنتين متتاليتين تعمله تونسيلكتومي، لو جت ثلاث مرات في السنه لمده ثلاث سنين متتاليه تعمله تونسيلكتومي. تمام؟ حاجه اسمها البارادايس كرايتيريا فور تونسيلكتومي. احنا بنقول ايه؟ اكتر من اربع مرات في السنه نعمله تونسيلكتومي، ملخص. تمام؟ وان اتاك اوف كوينزي تعمله تونسيلكتومي. ياه، فاكر وانس كوينزي اولوز كوينزي؟ فاكر الكوينزي؟ اهي البريتونسيلر سبيس اهو، فالكريبتا ماجنا عملت شانل، الباص مشي من هنا لغايه هنا، كل ما يجي في لوكولار تونسيلايتس التراك اتكون، هيجي كوينزي، وانس كوينزي اولوز كوينزي، يبقى اعمله تونسيلكتومي. تمام؟ وان كان الكونسبت ده في 20% من الحالات بس احنا بنطبقه كده. طيب يبقى اذا ريكارنت اكيوت اتاك اكتر من اربع مرات في السنه، وان اتاك اوف كوينزي، تمام، لان وانس كوينزي اولوز كوينزي، كورونيك تونسيلايتس وهايبرتروفايد وسد مجرى التنفس، سنورنج وسليب ابنيا. طبعا الكومونست كوز اوف سنورنج اند سليب ابنيا ان تشيلدرن تونسيلر هايبرتروفي ويز اور وذاوت ادينويد هايبرتروفي، ادنو تونسيلر هايبرتروفي. كتبت جنبها ذا اونلي ابسولوت انديكيشن. يعني ايه ابسولوت يا دكتور؟ يعني الانديكيشن اللي ما يتاجلش، يعني الريكارنت اكيوت اتاك الانديكيشن نمبر 1 ده، ممكن لو الولد جاله اتاك اثناء المدرسه وبيجي له كتير انا ممكن اعالجه بانتيبايوتيك واستنى لما ياخد اجازه من المدرسه. اما لو مخنوق عنده اوبستراكتيف سليب ابنيا، لا، اجازه مين؟ ده ممكن يموت، ممكن يجي له هارت فيلير بعد كورب المونال، لا، ده ابسولوت انديكيشن. اذا اهم اثنين انديكيشن في التونسيلكتومي اللي انا معلمهم بالبولد دول، اللي هو مين؟ ريكارنت اكيوت اتاك وسنورنج وسليب ابنيا. الحجم كبيره. تمام؟ في كتب تكتب ده الانديكيشن نمبر 1، وفي كتب تكتب ده الانديكيشن نمبر 1، ما يفرقش. المهم الاثنين دول اهم اثنين انديكيشن. طيب ولو كرونيك تونسلايتس وهايبرتروفايد وسد مجرى الاكل وديسفيجيا، ممكن. طيب لو كرونيك تونسلايتس وعامله بريزيستنت انلارج ليمف نود، مش يمكن دي برايمري سيرفايكال كومبلكس بتاع التي بي، اللي هو كان تي بي تونسلايتس، تي بي ليمفادنايتس، تي بي ليمفانجايتس؟ طب مش عرفني. اذا اشيل اللوز وابعتها للدكتور الباثولوجي يحللها، يمكن تفاية تي بي معاه، يبقى بريزيستنت انلارجمنت اوف ذا جيجولو ذا جاستريك ليمف نود. كرونيك تونسلايتس وعامله سيبتك فوكس، كلام هالس اللي احنا قلنا كونتروفيرشال. تمام؟ كورونيك تونسلايتس وعامله روماتيك فيفر او جلومينال فرايتس. خلي بالك من حاجه، اللي عنده روماتيك فيفر او جلومينال فرايتس لما تشيله اللوز لا هيخف روماتيك فيفر ولا هتخف جلومينال فرايتس، لكن انت بتمنع الفيرثر فيجيتيشنز، بمعنى مثلا على الهارت بتمنع الانفكتيف اندوكاردايتس او بتقلل حدوثها، لكن ده مش علاج للروماتيك فيفر. تمام؟ ديفتيريا كارير، فاكر الديفتيريا كانت عايشه في الكريبتس اوف ذا تونسل؟ ديفتيريا كارير، وعمال اديله بنسلين واخد سواب الاقيه بوزيتيف، علشان ما يعديش الناس خلاص اعمله تونسلكتومي. تيومر اوف ذا تونسل زي ايه؟ بيناين زي البابلوما والادينوما، مالجنانت زي الكارسينوما والليمفوما. ما هي كانت بيتشال في الكوماندوس اوبريشن على فكره، وممكن لو هي ليميتد للتونسل وصغيره التونسلكتومي. معايا؟
كاوبريشن كفايه. يبقى مالجنانت تيومر اهم اثنين انديكيشن في التونسيليكتومي اللي معمولين بالبولد، ريكارنت اكيوت اتاك واوبستراكتيف سليب ابنيا نتيجه للهايبرتروفي. ده الانديكيشن. ايه الكونترا انديكيشن بقى للتونسيليكتومي؟ امتى تبقى حزين وانت بتقول للام انا اسف مش هعمل اللوز؟ اللوز ما بتاخدش منك وقت، بتاخد لك قرشين كويسين، بتروح مبسوط. امتى تقول انا اسف مش هعمل عمليه اللوز؟ تمام، وتبقى حزين والام تتحايل عليك لو انا خايف من البعبع بتاع عمليه اللوز. ايه البعبع بتاع عمليه اللوز؟ البليدنج. لو العين ده شاكك انه ممكن ينزف بعد العمليه، تمام؟ يبقى اذا ده ابسولوت كونترا انديكيشن. يعني ايه ابسولوت؟ مش هعملها له، مش هعملها له، ابعد عني لانه ممكن ينزف. لو عنده بليدنج ديس اوردر زي ايه؟ زي الهيموفيليا والبربرا والليوكيميا. مش هنحكي قصص عن ناس زمايلنا وبتاع علشان ايه احنا بنسجل فيديو دلوقتي. يبقى هيموفيليا والبربرا والليوكيميا ما يتعملوش الليوز، تمام؟ طبعا ده بالنسبه لك على مستوى سنه رابعه في الاندر جراديويت، لكن ممكن يتعمل له ببريكوشنز معينه، اعتبرها ما يتعملوش ابسولوت. ريلاتيف، ريلاتيف كونترا انديكيشن يعني ايه؟ يعني الكونترا انديكيشن مؤقت. يعني واحد جالك بالمنظر ده اكيد في الكراتوس بايتس، هتعمل له اللوز؟ ده اللوز انفليمد وسيفيرلي كونجستد، لو عملتها له هينزف. يبقى اذا استنى عليه، ادي له انتي بايوتيك لما يخف بعد اسبوعين ثلاثه ابقى اعمل له تونسيليكتومي. يبقى دي اسمها ريلاتيف كونترا انديكيشن، اللي هو كونترا انديكيشن مؤقت ريلاتيف دلوقتي. يعني يبقى اذا ريلاتيف الكونترا انديكيشن شود بي ريليفد قبل الاوبريشن. بنلخصه في كلمه 4A وبعدين M، 4A وM، وممكن B لو انت عايز، تمام؟ 4A بM، 4A بM، هنا B ماشي، 4A بM. ايه الفور ايه اللي انا مش هعمله لوز دلوقتي لكن ممكن اعملها له ليتر اون؟ واحد جالك باكيوت تونسيلايتس، واحد جالك باكيوت ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، كومان كولد وعمال يكح ويعطس ويرشح، ما هي المنطقه دي كلها كونجستد، تمام؟ واحد عنده اكتف سيستميك ديزيز دايابيتس او هايبرتنشن، اعمل له كنترول الدايابيتس او الهايبرتنشن الاول. طفل وعنده جوفينايل دايابيتس، عنده كنترول الدايابيتس الاول. اكتف روماتيك فيفر، ما هو فور ايه اكتف روماتيك فيفر؟ جاي لي بسرعه ترسيب عاليه في السماء الاريتروسايت سيمنتيشن ريت الاي اس ار، لا عالج الروماتيك فيفر الاول. وعلاج روماتيك فيفر اسبرين، تمام؟ وخلي بالك لو اديته اسبرين هيحصل بليدنج ديس اوردر بانيبيتبل اجريجيشن. اذا لازم بعد ما تعالجه باسبرين لازم توقف الاسبرين قبل العمليه ب 10 ايام، لان الاسبرين بيفضل تاثيره في الدم 10 ايام، تمام؟ البي ام، الام منستريوتنج في ميلز، لو واحده كبيره شويه وعندها منسز ما تعملهاش العمليه ديورنج المنستريويشن، لان عندها بليدنج من منطقه ثانيه والبودي بتاع الست بيبقى كونجستد اثناء المنستريويشن، فمش ناقصين بليدنج. اما البي ديورنج بانديميكس اوف كوفيد 19 الايام دي، ضفها سته ديورنج بانديميك اوف كورونا كوفيد 19 معايا. كانت زمان بوليومايلايتس during epidemic attack بتاع البوليومايلايتس، ما تعملش لاي طفل في القريه دي، لو حد من القريه جاله شال الاطفال. دلوقتي الكورونا الكوفيد 19، يبقى during الكوفيد 19 اجل عمليات اللوز لغايه ما الكوفيد 19 يروح، اعمل له تونسيليكتومي. البري اوبريتيف بريبريشن، ازاي تحضر مريضك لعمليه اللوز؟ اعتبر انا الاستاذ وانا قاعد في عيادتي، جالي الطفل اللي انا هعمل له عمليه اللوز، كتبت له على الفحوصات، تمام؟ وقلت له قابلني في المستشفى الفلانيه الساعه كذا، والولد يكون صايم وبتاع، المهم، وما شفتش التحاليل، هشوفها هناك في العمليه. انت النايب، انت اللي قاعد تسمعني دلوقتي، انت النايب بتاع المستشفى دي. انا بعت العيان المستشفى، فانت النايب، انت اللي بتستقبل العيان. هتعمل له شيت، هتاخد منه الهيستوري، هتعمل له اكزامينيشن، تشوف التونسل شكلها ايه، ما يمكن بقت انفليمد. ما انا بعته لك من 3 4 ايام، ما شفتوش من 3 4 ايام. هتشوف الانفستيجيشنز اللي عملها، تمام؟ هتنبه على الام الواد ده صايم زي ما الدكتور قال لك ولا لا، البري اوبريتيف انستراكشن اللي هو الفاستنج، تمام؟ هتدي له شويه ميديكيشن قبل العمليه، ده يوم العمليه الصبح، تمام؟ نبتدي بقى الهيستوري. ليه بتاخد منه هيستوري؟ تو بي شور فروم ذا انديكيشن. انا خدتها في عيادتي وانت هتاخدها تاني، اللي هو ايه؟ ريكارنت اكيوت اتاك اكتر من 4 مرات في السنه، ماشي، يبقى انديكيتد.
تو اكسكلود الكونترا انديكيشن. الولد ده بينزف من اي جرح عنده بليدنج ديس اوردر، الولد ده بياخد اسبرين، الولد ده انت فاهم. لا يا دكتور، لا 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 ما اعرفش يا دكتور. يبقى اسالها على اشهر عمليه بيعملها معظم الاطفال، السيركمسيشن. الولد ده لما الطاهر وهو صغير نزف زياده، لا خلاص يبقى كويس. الولد ده سخن دلوقتي، يمكن عنده اكريت اتاك معايا، وهكذا. اكزامينشن، هبص على اللوز اهو، افتح بقك يا عيان وبخفض اللسان وبص وانا منور بالهيد لايت. ليه؟ تو بي شور فروم ذا انديكيشن، علشان اشوف الساينس اوف كرونيك تونسلايتس اللي هما ست حاجات ومش هكررهم تاني. ست، خمسه في التونسل وواحده في الليمف نود اللارج دو فيرم. طالما كرونيك يبقى يتشال. And to exclude the contraindication. لو لقيتها follicular أو congested كده زي الصورة دي، لا أجل عملية. تمام؟ يعني إذن ال history to be sure from the indication and to exclude the contraindication. ال examination to be sure from the indication and to exclude the contraindication. وتديني examples. ال investigation بقى، هطلب سرعة ترسيب اللي هو الأستاذ طلبها وأنا بشوفها يعني. سرعة ترسيب لو لقيتها في السماء it may be indicate rheumatic activity. لكن طبيعي لازم تطلع عالية لأن بيجي له chronic tonsillitis. ريكارنت اكيوت تونسلايتس. هطلب صوره دم كامله، بلاد بيكشر، كومبليت بلاد بيكشر او كومبليت بلاد كاونت سي بي سي. ليه؟ علشان اشوف الثلاثه كونستيتوينت بتوع الدم اللي هم ايه. الار بي سيز يمكن قليله انيميا، الدبليو بي سيز يمكن عاليه ليوكيميا عنده بليدنج ديس اوردر، البليتلتس يمكن واطيه بيربرا بليدنج ديس اوردر. يبقى الار بي سيز، الدبليو بي سيز، البليتلتس. اطلب منه الكواجوليشن بروفايل. طبعا الكواجوليشن بروفايل ده مهم جدا، اللي هو البليدنج تايم، كلوتنج تايم، بروثرومبين تايم اند كونسنتريشن، بارشال ثرومبوبلاستين تايم. انا كل ده خايف من البعبع بتاع البليدنج. طيب بري اوبرتيف انستراكشنز، الطفل ده يصوم على الاقل من 6 ل 8 ساعات قبل العمليه. تمام؟ ليه؟ لان ده جاستريك ايميتنج تايم، يعني الوقت اللي بتفضي في المعده. اصل لو دخل العمليات ومعدته مليانه اكل وهو بيفوق من البنج اثناء الريكفري هيرجع، فالفوميتس وهو طالع اللي هي ماده الترجيع هتروح نازله على اللارنكس، يجي له اسبريشن نيومونيا، انهليشنال نيومونيا. اذا طب ما ده اي عمليه يا دكتور؟ اشمعنى الطفل؟ لان الطفل ممكن ياكل من وراء اهله، علشان كده بنتقل ونركز على الحته دي. فاستنج فور ات ليست 6 تو 8 اورز، انا افضل 8 الحقيقه. بري اوبرتيف ميديكيشن هياخد ايه قبل العمليه؟ ثلاثه ايه؟ اولا انتيبايوتيك تو بريفنت الانفكشن في العمليه، اتروبين علشان اقلل السليفري سكريشن علشان اعرف اشيل اللوز والسليفا ما تنزلش على اللنج اسبريشن نيومونيا وتبقى الدنيا مزحلقه. يبقى انتيبايوتيك، اتروبين علشان يعمل دراينس الاتروبين، واخر حاجه اسبرين شود بي افويدد 10 دايز بيفور ذا اوبريشن. يبقى انتيبايوتيك، اتروبين، اسبرين شود بي افويدد. معايا؟ مش هيتعطى، اسبرين شود بي افويدد 10 days before the operation، لان ده بيفضل في الدم 10 ايام. على فكره انا وانا طالب في سنه رابعه جالي سؤال how to prepare aromatic fever patient for tonsillectomy. هو هو ده، هو في نفس الكلام اللي انا قلته، ما يتغيرش. مش معنى ان قالك aromatic fever patient انك تتخضي، لا هو هو نفس الكلام. علشان كلمه ان انا اوقف الاسبرين 10 days before the operation، لان ده اللي بيتعالج بيه aromatic fever. التكنيك بقى بتاع عمليه اللوز، انت عارف اللوز دي يطلق عليها كل شيخ وليه طريقه، كل شيخ وليه طريقه، ولكن في جميع الحالات اللوز بتتعمل اندر جنرال انستيزيا، لازم جنرال انستيزيا. اه سمعنا عن بعض الدول بتعملها بلوكال انستيزيا والصينيين والكلام، ملناش دعوه بيهم، لازم جنرال انستيزيا. تمام؟ مين التكنيكس موجوده في السوق، ولكن ايه الستاندرد، الستاندرد تريتمنت ديسكشن ميثود، الامريكان بيسموها دايسكشن. تمام؟ الديسكشن ميثود دي الطريقه الستاندرد واللي هنشرحها بعد السلايد دي. طب قبل الديسكشن ميثود دي اللي بقالها حوالي 50 60 سنه، قبل ال 50 60 سنه دي ما كانش في ديسكشن ميثود، كان في حاجه اسمها جلوتين، جلوتين ميثود. جلوتين يعني مقصله، مقصله، مقصله الثوره الفرنسيه اللي كانوا بيحطوا رقبتهم تحت السلاح والسلاح يروح نازل قطع رقبتهم فصل الجسم عن الراس، دي اسمها المقصله. فهي الجلوتين ميثود نفس الكلام، اللي هي دي الصوره دي، ده الجلوتين، الاله دي الجلوتين، الاله اللي ممسوكه دي الجلوتين، كانت بتستخدم زمان، ما عادش حد مستخدمها، وان كان بيقولوا في بعض الدول الافريقيه بيستخدموها الدكاتره الاوروبيين هناك. اللي هو عباره عن ايه؟ الجلوتين ميثود ده يروح مشمم زمان، يشمم العين ايثر اللي هو الايثير،
ويروح رايح في البنج، تمام، يروح فاتحين بقه بسرعه زي ما انت شايف كده، ويروح قافش على اللوزه، بص بص الايدي قافش على اللوزه، ويروح لففها في مكانها، ويروح شادد، ممكن يقفش على حته من السوفت بالت، حته من الطنج فوق او تحت، ممكن يقفش على نص اللوزه بدل كلها انكمبليت ريموفال، ويروح لففها وشادد، ممكن يحصل بليدنج وينزل على الاير واي، تمام، وبالتالي ما عادتش مستخدمه. يبقى ممكن يحصل هيموريدج، ممكن يحصل انجري للسوفت بالت او الطنج، ممكن يحصل اسبيراتوري كومبليكيشن، الدم ينزل على الاير واي لان مش مركب تيوبنج انتوبيشن. حاليا بعد ما الليزر طلع عملوا ليزر تونسيلكتومي، طبعا ده جريمه انك تشيل اللوز بالليزر، لان الليزر ده شعاع بيحرق فبيعمل سيفير فايبروزيس، وممكن يعمل سيكاتريشال ستينوس وناروينج في الفارينكس. كانوا يا اما تعمل بوديسكشن يا اما كريبتولايسيس. مره كنت بنشر بحث وبقول لهم من ضمن استخدامات الليزر ان احنا نعمل بوليوز، اتشتمت اتبهدلت، يا جماعه محدش يعمل لوز بالليزر، امال ايه الاعلانات اللي احنا بنسمعها دي؟ ده شغل اوانطه، ده كذب، اوعى تصدق، مفيش لوز تتعمل بالليزر اصلا. معايا؟ الدكتور اللي يقول لك بعمل لوز بالليزر كذاب، الليزر ما بيتعملش به لوز، تمام؟ ده شعاع بيحرق، تحرق زور العيان تبهدله، تمام؟ طب ما الاسهل تعمل لها ديسكشن يا اخي وانضف. طيب يبقى ده الليزر تونسيلكتومي. في حاجه طلعت جديده اسمها كوبليشن تونسيلكتومي، اللي هي ريديو فريكوانسي، تردد حراري، بيعمل ابليشن للتونسل، جهاز كده بتاع تردد حراري بيقعد يدوب بيه اللوز، بيعمل ديناتوريشن للتيشو بروتين بتاع السيلز بتاع التونسل. فللاسف الشديد بعض الدكاتره بيسموه ليزر، وده خطا، بيسموه ليزر علشان يكتر فلوس العمليه، يقول له ايه؟ هعملها لك جراحه ديسكشن بكذا، وهعملها لك ليزر بكذا، ده مش جهاز ليزر، ده كوبليشن وجهاز رخيص، تمام؟ وبالتالي لا، كوبليشن تونسيلكتو برضه فاشل، وان كان احسن من الليزر، الليزر ده الجريمه، الليزر جريمه، تمام؟ كرايو سيرجري اللي هو بالتبريد، بالتبريد اللي هو بروب ماينس من 150 لماينس 200، وروح حاطه وشايق بيه اللوزه، لو العيان عنده بليدنج ديس اوردر بيحصل كلوتنج للدم، كلوتنج للدم. الموست اكسبتد ميثود فور تونسيلكتومي هي الديسكشن ميثود. يبقى الديسكشن ميثود دي الستاندرد ميثود على مستوى العالم، واحسن طريقه لللوز، بيسموها كونفنشنال ديسكشن تونسيلكتومي. طيب ايه البوزيشن بتاع العيان؟ هينام على ظهره، بيسموه روز بوزيشن، ده العيان اهو نايم، روز بوزيشن، هينام على ظهره، واحط له مخده تحت كتافه علشان تاكستند راسه. ليه؟ لان لما يكون في مخده تحت كتافه راسه تقع على ورا، فالرقبه تبقى اكستندد، فلما الرقبه تبقى اكستندد اللوز تبص في الاوروفارينكس، تمام، غير لما الرقبه تبقى فليكسد، اهو بص دي اكستندد، فاللوز بقت مور اكسسبل، تمام كده. طيب يبقى نايم على ظهره روز بوزيشن، تمام، واكستنشن للنك بمخده تحت كتافه، وبعد كده افتح له بقه بماوث جاج اسمه ديفيس بويل ماوث جاج. ايه هو الديفيس بويل ماوث جاج؟ اهو بدل ما الحاكمه تفضل فاتحه لك بق العيان وسنداه، ده الماوث جاج، ده التانج ديبريسور اهو، بيتحط هنا كده اهو، تمام، وبعدين ليه مفصلات هنا اهي، بيتفتح كده، بص، تمام كده، فتح بق العيان، ما يقدرش يتقفل لوحده ابدا. انا خلصت العمليه اروح قافله كده، تمام، واروح شده، يعني هو بيفتح على مفصلات اهو، بعد ما خلصت العمليه اهو، واروح شده ومطلعه، ده الماوث جاج، تمام، وبنور بالهيد لايت على راسي ينور لي جوه بق العيان، لان جوه الدنيا ظلمه، تمام، طول ما انا بشتغل انا منور جوه بق العيان، ده اسمه الهيد لايت. طيب ده بالنسبه للديسيشن ميثود. هتعمل انسيجن فين الاول؟ هعمل انسيجن في الميكوزا بتاع البيلر، بالذات الانترو بيلر هنا علشان احوط اللوزه، بجيب الاول البريتونسولار سبيس ادخل فيه واعمل ديسيشن. شوف ايدي بتعمل ازاي، دايسكشن، بفصل التونسل الكبسول اوف ذا تونسل عن المسل، بدخل ما بين الكبسول والمسل، تمام،
بفصل التونسل بالكبسوله بتاعتها عن الماسل لغايه ما تبقى معلقه على اللور بول اللي داخل منه التونسلر برانش اوفيشال ارتري، اروح رابط اللور بول بعد ما اقص اللوز وخلصت العمليه. تمام؟ يبقى باخد انسيجن في الميوكوزا، بعد كده بفصل اللوزه عن البيد بتاعها من الكبسول، ما بين الكبسول والماسل كوت اللي هي السيبر كونستريكتور ماسل، واعمل ليجيشن اللور بول، اربط اللور بول. تعال نشوف الطريقه دي فيديو. الاول انسيجن، بص بقى انا مقفش على اللوزه اهو، دي اللوزه انا قافش عليها، بص هدخل عملت انسيجن بالمقص مش بالمشرط احسن. ايدي تروح واقعه في البريتون سولار سبيس اهو، ايدي وقعت في البريتون سولار سبيس، انا كده داخل بين الكبسول والمصل، هبتدي اعمل انسيجن للميوكوزا برضو بالمقص اهو. ده الديسكشن ميثود، بحوط الانسيجن، بحوط اللوزه بالانسيجن اهو. تمام؟ شوف ما بعورش التونسل نفسها، الميوكوزا بس، الميوكوزا اونلي، دي الميوكوزا بتاع الانتروبيلر. التصوير في المنطقه دي بيبقى صعب. تمام؟ كده عملت انسيجن. تمام؟ شوف الخطوه اللي بعدها ديسكشن. did this section. جبت قطنه على الارتري فورسبس على جفت، وقعدت افصل الكبسول من المصل، الكبسول من المصل، الكبسول من المصل. تمام؟ الحمد لله بدون اي دم وبدون اي حاجه، لغايه ما تروح معلقه على اللور بول. خلي بالك كده لور، لان العين نايم كده، فكده تحت ولور، ماشي؟ علقتها على اللور بول اهو، هجيب كلامب اقفش عليه ريموفال، هجيب كلام اقفش على اللور بول اللي داخل منه التونسيلر برانش اوفيشال ارتري. تمام، قفشت اهو، واروح قاصص التونسيل اشيلها خالص، خلصت اول لوزه. اهو بقصها اهو، ده الريموفال، دي تالت خطوه. يبقى الاول انسيجن، وبعدين ديسكشن، وبعدين ريموفال. هي الريموفال اهي اللي هو الاكسيجن، انسيجن ديسكشن اكسيجن اهي، اتشالت اهي. بعد كده هربط اللور بول ده، ليه؟ لان داخل منه التونسيلر برانش اوفيشال ارتري، يعني اللور بول ده اهو هربطه. ماشي؟ طيب
البوست اوبرتيف كير بعد ما عملنا عمليه اللوز. اول ما خلص عمليه اللوز العين كان نايم على ظهره كده وفتح بقه بالماوث جاج وعمال اشتغل. اول ما خلصت وشلت الماوث جاج على طول تلاقي العامله اللي جنبيه في اوضه العمليات على طول فورا راحت قلبه الطفل على جنبه وحاطه مخده في المنطقه دي كده بحيث راسه توطل تحت هنا كده راسه تبقى مايله لتحت يبقى اسمه بوستن سيلكت بوزيشن. خلي بالك كان في سيلكت بوزيشن نايم على ظهره ده الروس بوستن سيلكت بوزيشن نايم على جنبه وراسه مغطيه لتحت بان احط مخده في المنطقه دي اسمه بوستن سيلكت بوزيشن. طب ليه راسه تبقى واطيه لتحت كده؟ علشان لو في دم ينزل على تحت ما يرجعش على الايروي، وعلشان لو الطفل رجع فوميتاس ينزل على تحت ما يرجعش على الايروي. فهمت الكلام؟ علشان كده هيد له دعم. بعد كده اكستوبيشن، طول العمليه محطوط له انبوب الدنج بيتنفس منها زي ما انت شفت الفيديو. طيب ده علشان يتنفس منها وياخد الهريشنال الانفيزيا منها. طب انا خلصت العمليه. انتوبيشن يعني يدخل، اكستوبيشن يعني يشيل. هتشيل انبوبه امتى؟ اللي هو دكتور التحضير يعني مش انا. هتشيلها اول ما الطفل يبتدي يكح. مجرد ما قفل جهاز البنج تاثير البنج بيبتدي يروح، فبتلاقي الكاف ريفلكس يرجع اثناء العمليه. الكاف ريفلكس ديبريست، فالكاف ريفلكس اول ما يرجع انا كده اطمنت. ليه؟ لان لو نزل سلايفا او دم على الصدر ممكن يكحه، فما ينفعش تشيل التيوب ايرلي قبل ما الكاف ريفلكس يرجع. يبقى افتر ريتيرن اوف كاف ريفلكس ممكن دكتور التخدير يعمل اكستوبيشن، يشيل انبوبه البنج. خلاص انا مش خايف لانه ممكن يكسترود اي سكريشن ينزل على البرونكاي. بعد كده ايه اول حاجه تموت لا قدر الله في اي عمليه او اي حادثه او اي حاجه؟ الايروي. يبقى اذا اوبزرفيشن اوف ريسبيريشن. ايه تاني حاجه تموت؟ البليدنج. اوبزرفيشن اوف بليدنج في اي حادثه او اي عمليه. يبقى انا اوبزرفيشن اوف ايروي ريسبيريشن، اوبزرفيشن اوف بليدنج، اوبزرفيشن اوف ريسبيريشن بحاجتين. الكالر اوف ليبس لو ازرقت لا قدر الله يبقى يبقى في هايبوكسيا ساينوزس، او لو صوته صوت نفسه عالي اقلق. بص بقى بصراحه عندنا في الريكفري روم او في اي اوضه عمليات الحكيمه بتبقى قاعده في اوضه الريكفري في اوضه الانعاش اللي هي بتستقبل العيان بعد عمليه اللوز. الحكيمه احنا مفهمينها لو شفتي الشفايف ازرقت او الواد صوت نفسه عالي صوتي نقوم نروح لها جري. هو ده الالارم بتاعنا بره في بيجر. اول ما في ريكفري روم الطفل شفايفه تزرق او صوت نفسه يعلى على طول الحكيمه تروح ضربه جرس، يروح البيجر ضارب جرس في كل اوض العمليات. عندنا البيجر بتاعنا الحكيمه تروح مصوته، يروح كل الدكاتره رايحين لها. دي بيني وبينك احسن من مليون بيجر. تمام؟ يبقى تشوفي شفايف الطفل وتسمعي صوت النفس. ماشي الكلام؟ observation of bleeding. طيب ممكن اشك في bleeding ازاي؟ لو الطفل عمال يبلع، يعني بعد ما خلصت عمليه كذا عمليه لوز طلع ابص على العيانين في القسم فوق بعد ما خلصتهم وهم قاعدين في الاوض بتاعتهم، ببص للطفل لقيت عمال يبلع كل شويه، يبلع كل ابن الجزينه ده بيبلع ايه؟ دم. frequent swallowing may indicate bleeding. تمام؟ اروح حاطط ايدي على البالس الاقيه بدا يبقى weak and rapid، اقيس له الضغط الاقيه هايبوتنسيف، ده داخل في شوك. هو ده اللي بيديكيت البليدنج. ادي له انتيبيوتكس بعد العمليه تو بريفنت الانفكشن. طبعا انا ما قلتلكمش بره ما بدوش انتيبيوتك بعد عمليه اللوز. قانون في اوروبا وامريكا ممنوع، عندنا لازم تدي انتيبيوتك تو بريفنت الوند انفكشن، لان عندهم الدنيا نظيفه وبتاع وبيمنعوا الانتيبيوتك ابيوز. لكن عندنا لو ما اديتش انتيبيوتك والطفل جرى له حاجه لا قدر الله ده انت ممكن تدخل فيها السجن. اذا انتيبيوتك تو بريفنت الوند انفكشن. انالجيزكس بس افويد الاسبرين ونون ستيرويدال انتي انفلاماتوري علشان البلينج ديس اوردر. تمام؟ انالجيزك اللي هو الباراسيتامول علشان الالم. تمام؟ فيدنج. معظمنا عمل عمليه اللوز وهو صغير. اهلك ضحكوا عليك وقالوا لك هنعمل لك اللوز ليه؟ علشان ناكلك ايس كريم بعد العمليه. ايس كريم وعصاير ساقعه. ليه؟ لان ايس سيمي سوليد فود. كولد سيمي سوليد تمام؟ وايسد. ليه بقى؟ لان الحاجات الساقعه بتعمل بلاد كلوت يعني تقفل البليدنج. تمام؟ وسيمي سوليد علشان ما تعورش. ده بالنسبه للبوست اوبرتيف. نيجي بعد كده للكومبليكيشنز بتاع عمليه اللوز.
بنلخص الكومبليكيشنز بتاع عمليه اللوز الى اي هاي راي. الاي اناثيتك كومبليكيشن، الاي انكمبليت ريموفال، الاتش هيموريدج، الاي انجري، الار ريسبيراتوري كومبليكيشن، الاي انفكشن. اي هاي راي، تمام. انا بلخصها في كده. طيب تعالى ناخد كل واحده على حده. ايه الاناثيتك كومبليكيشن دي بالمناسبه؟ الاناثيتك كومبليكيشن دي اللي انا عمال اكلمكم عليها بعد النيزل سيرجري وبعد مش عارف ايه سيرجري، ثلاثة ايه؟ يا انافلكتيك شوك، حساسيه البنج، يا ساكسونايل كولين ابنيا، يا كاردياك ارست من اوفر دوز، سيفير هايبوتنشن وكاردياك ارست. يبقى ثلاثة ايه؟ دول اناثيتك كومبليكيشن. تمام؟ الهيموريدج اللي هو السيرجيكال هيموريدج، برايمري ورياكشنري وسكندري، ريسبيراتوري ممكن ريسبيراتوري اوبستراكشن وريسبيراتوري انفكشن، انكمبليت ريموفال، احنا هناخد لسه دول ان ديتيلز دلوقتي. انكمبليت ريموفال، شلت حته من اللوزه وسبت حته، الحته اللي اتسابت يا اما تنزف لان اللوزه لمفويد تيشو عامله زي الاسفنجه كده فممكن تنزف يحصل بليدنج، يا اما ما نزفتش وليتر اون الحته اللي اتسابت دي تعوض الجزء اللي اتشال كومبنساتوري هايبرتروفي. تمام؟ يبقى يا اما تعمل هيموريدج ايرلي يا كومبنساتوري هايبرتروفي ليتر اون. طيب الانجري، انجري الايه؟ بص هنا اللسان وده مكان اللوزر اللي عليه ممبرين ابيض ده. لو انا نزلت لتحت عورت اللسان انجري للطنج، لو انا طلعت لفوق عورت السوفت بلت، وانا بدخل الماوث جاج اللي انت شفته ده بيركب على السنان بالمناسبه ده. تمام؟ بيركب على السنان، الحته دي بتبقى راكبه على السنان بتاع العيان. ممكن تعمل دنتال انجري، ممكن تخلع السنه كمان، ممكن تيث انجري، ده الانجري. يبقى يا لفوق سوفت بلت، يا لتحت طنج، يا وانا بدخل الماوث جاج سنان انجري. الانفكشن ووند انفكشن، الحاله اللي قدامك دي، الصوره اللي قدامك دي على فكره ما فيش فيها ووند انفكشن، هو الطبيعي ان يبقى في سودو ممبرين كده افتر تونسيليكتومي كانها السر لان شلت جزء كان جرحت، لكن لو هو وايتش جامد وسيفير وريحه وحشه يبقى انفكشن. تمام؟ يبقى ووند انفكشن، بس الووند انفكشن ده في عيب كبير جدا لو حصل، ان الميكروب الاورجانيزم بيقعد يعمل نكروس 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 لغايه ما يوصل البلاد فيسل يروح مفرقعه، ممكن يحصل سكندري هيموريدج سكندري انفكشن. تمام؟ ممكن يحصل ريسبيراتوري انفكشن، شويه دم ينزل على البرونكاي يجي له برونكايتس ونيمونيا، ممكن بارا فارنجيال ابسس. فاكر لما انا قلت لك وانا بشيل عمليه وانا بشيل لوز ممكن اعور السبير كونستريكتور ماسل؟ اظن انت شفتها فيديو دلوقتي، ممكن اعور السبير كونستريكتور. لو عورت السبير كونستريكتور الانفكشن هيروح رايح للبارافارنجيال سبيس، السلايفه بتاع البق والانفكشن اللي في البق يروح للبارافارنجيال سبيس، بارافارنجيال ابسس. ممكن بس رير. نيجي للهيموريدج بقى او البليدنج افتر تونسيليكتومي، بوست تونسيليكتوم هيموريدج او بوست تونسيليكتوم بليدنج، دي سيرجيكال هيموريدج زي اي سيرجيكال هيموريدج في اي عمليه. انواع السيرجيكال هيموريدج واحد من ثلاثه، يا برايمري اثناء العمليه during the operation، يا رياكشنري في خلال 24 ساعه من العمليه كرياكشن للعمليه، يا سكندري في خلال 10 ايام من العمليه سكندري الانفكشن بعد العمليه. سكندري يبقى سكندري السبسس وورم سبسس. تمام؟ برايمري سببه ايه؟ ان اديكوت بريبريشن، بتعمل عمليه اللوز لواحد عنده acute infection او واحد عنده bleeding disorder او ممكن defect في العملية عملت injury لimportant structure. تمام؟ يبقى اذا inadequate preparation زي bleeding disorder او acute itis. التريتمنت بتاعها ايه؟ لو حصلت اثناء العملية اربط البليدر bleeding vessel، تمام؟ ligation او اكوي diathermy، يبقى ligation او diathermy cauterization للbleeding vessel. طيب ولو عنده بليدنج ديس اوردر عمره ما هيقف الا لما تنقل له الحاجه اللي محتاجها وهو الفريش بلاد ترانسفيوجن، يعني واحد عنده بيربرا انقل له فريش بلاد ترانسفيوجن وهكذا. معايا؟ طيب رياكشنري يعني في خلال 24 ساعه من العمليه كرياكشن للعمليه، اثناء العمليه العين واخد انستيزيا، في بعض انواع الانستيزيا او معظم انواع الانستيزيا بتعمل سيفير هايبوتنشن، ودي ميزه في العمليه ان الضغط يبقى واطي علشان اعرف اشتغل وما يحصلش دم وانا شغال، زي ماده الهالوثين مثلا بتعمل هايبوتنشن. فالعيان بعد العمليه وهو بيفوق من البنج تاثير الانستيزيا راح، ف
البلاد بريشر اللي كان واطي اثناء العمليه بيبتدي يعلى 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 بعد العمليه، علشان تاثير الانستيزيا راح، مش يعلى يبقى هايبر، يعلى يبقى نورمال، نورمالايز. فالنورماليزيشن بتاع البلاد بريشر ده كان بلاد فيسل مقفوله ببلاد كلوت خفيفه او ربط على جيتشر خفيفه، اول ما الضغط علي بقى نورمال راح عامل ديسلوجمنت لبلاد كلوت او لايجيتشر، اتزحلقت تمام، فحصل بليدنج، وبالتالي اسمها رياكشن لانها رياكشن للعمليه. التريتمنت والله لو مايلد لوكال هيموستاتيك بريشر اضغط عليها كده بجفت، بيبقى بليد من جوه وبليد من بره مع عصالين ادرينالين معايا على حته شاشه ربع ساعه وشيل هتلاقي وقف، ده لو مايلد. اما لو سيفير لا، ده انا محتاج ابنجه من تاني واعمل لايجيشن او دايثيرمي للبليدنج فيسل. طب امال السكندري؟ سكندري في خلال 10 ايام من العمليه، واكتر يوم 7 يوم، من 5 ل 7 يوم تمام. ده نتيجه لايه؟ حصل سكندري انفكشن، علشان كده اسمه سكندري، يعني ووند انفكشن، سكندري انفكشن. الانفكشن الاورجانيزم قاعد يعمل نكروس للتشو، نكروس نكروس لغايه ما وصل للبلاد فيسل راح مفرقعه، هو ده ووند انفكشن تمام. علشان كده التريتمنت نمبر 1 انتي بايوتكس. فكره العيان ده ممكن يجي لك شوك وبالتالي بتدي له سيديشن، بس افويد المورفيا علشان ما يجيلوش ريسبيريتوري سنتر ديبريشن تمام. طيب لو في حاله سيفير هبنجه من تاني ري انافيزيا، ادخله اوضه العمليات وبنجه. بس في حاجه، لو عملت لايجيشن او دايثيرمي التيشو فرايبل لانها انفكتد نكروتيك، فلو جيت اخد غرزه ادخلها من ناحيه واطلعها من الثانيه واربطها التيشو هتشق تمام، وبالتالي يبقى في مور بليدنج، فما ينفعش اعمل ليجيشن ولا دايثيرمي، لان لو جيت اعمل دايثيرمي برضه التيشو هتشقق مني، هيجي بليدنج اكتر. امال اعمل ايه؟ بص التونسول مرفوص اهي، التونسول اتشالت، كانت هنا اتشالت، الحته دي انفكتد اللي انا بعلم عليها دي، فما ينفعش اخد فيها غرزه كده واطلع واربط هتشق فرايبل لانها انفكتد. فاعمل ايه؟ اجيب بيس اوف غوز، حته شاشه ابرمها واحط عليها انتي بايوتيك كريم واحشرها في الحته دي اهي، هعملها بالازرق اهي تمام، واخد غرزه من بعيد من الانتروبيلر، من بعيد للبستروبيلر، من الانتروبيلر من بعيد للبستروبيلر. ليه من بعيد؟ الحته اللي مش انفكتد تقوم الغرزتين دول يكبسوا الباك، عملت لها باكينج اللي هي بالبيس اوف جوز بالشاش لمده يومين، وبرضه بديله انتي بايوتيك وسيديشن وحاجات توقف الدم. بعد يومين بشيلها بلاقي الدم وقف، يبقى ده باكينج. طب لو ما وقفش ممكن اعمل ليجيشن اكسترا كاروتيد ارتري؟ ممكن اب تو ليجيشن اكسترا كاروتيد ارتري، بيجيبه من عند الابر بوردر اوف ثيرويد كارتليج هنا من النك وبتعمل له ليجيشن علشان توقف البليدنج، ولكن الاول بتعمل باكينج. ده كان موضوع الهيموريدج. نيجي بقى لموضوع ريسبيراتوري كومبليكيشن، يا ريسبيراتوري اوبستراكشن يا ريسبيراتوري انفكشن. نخلص من الانفكشن. ريسبيراتوري انفكشن ازاي؟ شويه دم او حته لوزه صغيره وقعت على التراكيو برونكيال تري، عملت لي برونكايتس ونيومونيا ولانج ابسس. طيب امال ريسبيراتوري اوبستراكشن؟ حاجه من اتنين، يا اما لارنجيال سبازم. بص دكتور التخدير شال الانبوبه ايرلي قبل ما الكاف ريفلكس يرجع، وكان في دم، فاول ما الدم نزل على اللارنكس راح اللارنكس قافش سبازم تمام، لان الدم ده فرنبضي، فحصل لارنجيال سبازم. يا اما فوميتس يا دم. في الحاله دي اعمل له ايه؟ اشفط بسرعه، دخل جهاز شفاط وشفط، وادي له اكسجين انهاليشن علشان اللارنكس يفك تمام، يبقى ساكشن واكسجين انهاليشن. الحاجه الثانيه اللي ممكن تعمل اوبستراكشن ايه؟ قبل ما عيني يبقى فولي كونشس المفروض انيمه على جنبه وراسه واطيه، لا فضل نايم على ظهره، فهو لسه الماسل ريلاكس لانه لسه ما فاتش في البيت كويس، فالتانك راح واقع على ورا خنق فورينج اوف ذا تانك باكوردز. في الحاله دي شد التانك على قدام وحط له بلاستيك اورال ايروي يتنفس منه، البلاستيك اورال ايروي اللي شكله كان عامل كده يعض عليه وهو ريجيد فيتنفس من الخرم ده، وفي نفس الوقت سندت اللسان بالبلد تمام، بلاستيك اورال ايروي اهو. بص ده الانتوبيشن، بالمناسبه دي كده الانتوبيشن، الطفل في لارنجيال سباز بيبص بسرعه وقبلها شفط، وممكن يحط اكسجين وحط له تيوب احتياطي بسرعه 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 معايا، هو ده
نيجي للادينويدكتومي بقى، خلصنا كده التونسيلكتومي والكومبليكيشنز بتاعتها. الادينويدكتومي اشيل اللحميه، اشيل ادينويد امتى؟ لو في ادينويد. التريتمنت اوف ادينويد هايبرتروفي ادينويدكتومي. طب ما تقول لي الكلينيكال مانيفيستاشن اوف ادينويد هايبرتروفي اللي احنا خدناها، يبقى ايه الانديكيشن اوف ادينويدكتومي؟ وجود الادينويد اللي هي ايه؟ هايبرتروفايد وعامله نيزال اوبستراكشن، هايبرتروفايد وعامله وستيكنت اوبستراكشن، هايبرتروفايد وعامله ادينويد فيشس. فاكر؟ هي هو ده اللي خدناه هناك، والادينويد فيشس السبعه. ادينويد وعامله ريكارنت انفكشن، انفكشن على قدام ساينوسايتس وراينايتس، انفكشن على الاير اوتيتس ميديا، انفكشن على تحت فارنجايتس لارنجايتس برونكايتس. هو ده الانديكيشن. يعني اذا ايه الانديكيشن اوف ادينويدكتومي؟ وجود ادينويد، وجود ادينويد سده. مش انا قلت الديفينيشن اوف ادينويد هايبرتروفايد لمفويد تيشو اوف ذا نيزوفارينج سفيشنت تو بريديوس سيمتومز، يعني هي عملت سيمتوم اللي هي دي. نيجي للكونترا انديكيشن بتاع الادينويدكتومي، هي نفس الكونترا انديكيشن بتاع التونسيلكتومي بس بنضيف عليها حاجه، يعني هي هي بالظبط هتتقال كونترا انديكيشن اوف تونسيلكتومي هي كونترا انديكيشن اوف ادينويدكتومي، بس هنا بضيف عليها لو في كليفت بلت، البلت اهو والادينويد اهي. ايه رايك لو البلت ده مشقوق، شق في البلت زي ده زي ده، الادينويد بتبقى فوق هنا، يعني الادينويد اهي اهي الحته دي. الادينويد لما بتكون موجوده بتبقى سد الشق، شد سد الكليفت، فسد الديفكت. يقوم الطفل يجي يتكلم الحروف ما تهربش من مناخيره، يقوم يجي يشرب الميه ما ترجعش من مناخيره. لو عملت للطفل اللي عنده كليفت بلد ده ادينويدكتومي، الكليفت خلاص ما عادش في حاجه مغطياه، ما عادش في حاجه سداه، يجي يشرب ميه يرجع من مناخيره، يجي يتكلم الحروف نهرب من مناخيره، هايبر نيزاليتي. يبقى انت عملت له فيلو فارنجيال انكومبتنس، فيلو فارنجيال انكومبتنس او فيلو فارنجيال انسفيشنسي. لا، لو عنده كليفت ما تعملوش ادينويدكتومي. لها طريقه، لو عنده اوستركتيف سليب ابني لها طريقه بس مش عليك، بتعمل بارشال ادينويدكتومي، يعني بتشيل الجزء اللي سادد الكوينه من ورا في النوز وتسيب الجزء اللي سادد الكليفت. تمام؟ لكن على مستوى نفس اندر جرادويت كليفت بلد كونترا انديكيتد انك تعمل له ادينويدكتومي. البري اوبرتيف بريبريشن هو هو زي التونسيلكتومي. تمام؟ History, examination, investigation, instructions ودراجز. البوست اوبرتيف كير هو هو زي التونسيلكتو بالظبط. التكنيك بقى اندر جنرال انستيزيا برضه. بقول لك ايه؟ انا دقني طولت، هات مكنه واحلقها، الشعر بيطلع في المكنه. طب نفس الكلام في الادينويدكتومي، هبحتها تمام؟ هحلقها وات ايفر سميتها ايه؟ بجيب ادينويد كيوريت اللي هي دي وادخلها بعد ما بنج العيان جنرال انستيزيا ونام على ظهره، بس ما اعملش اكستنشن لرقبته زي اللوز. لان لو عملت اكستنشن لرقبته الاكستندد نيك تخلي الفيرتبري عامله بارزه جامد، عامله بلج، لو جيت اتحت اعور البري فيرتبرال ماسل. اذا الصوره دي غلط والصوره دي غلط، لازم الرقبه تبقى مش اكستندد قوي كده علشان الفيرتبري تبقى راجعه لورا. واعمل كيورتج، هي اسمها ادينويد كيوريت وبعمل لها كيورتج اللي هي كحت، فتلاقي الادينويد راحت طالعه فيها. طب بعد ما عملت لها كيورتج اوقف الدم ازاي؟ بحطه بستيرو نيزل باك، بحط له حته شاشه لمده 5 تو 10 مينتس. هنا اهو حته شاشه في الجزء ده اللي بنسميها بوست نيزل باك، بستيرو نيزل باك. تمام؟ 5 تو 10 مينتس. بعد 5 تو 10 مينتس اشيل الشاشه الاقي الدم وقف. هي دي الادينويد كيورتج او ادينويدكتومي. اهو بص، اهو الماوث جاج اللي انا وريته لك، تحت الادينويد اهي طلعت معايا. تخيل هي دي حته اللحمه الحمراء دي هي الادينويد. خدت بالك من اللعبه؟ اهي. خدت بالك؟ عمليه سهله قوي. نيجي للكومبليكيشنز اوف ادينويدكتومي زي التونسيلكتومي. بس بالاضافه لايه؟ ممكن اعمل انجري لايه؟ ممكن اعمل انجري للبريفيرتبرال ماسل. طبعا بريفيرتبرال ماسل هنا وانا بكحت الادينويد اهي، ممكن اعمل انجري للبريفيرتبرال ماسل، ممكن اعمل انجري للاستيكن توب اورفيس اللي هي دي اللي انا بعلم عليها دي. تمام؟ يبقى اذا ممكن لو ايدي راحت لاترال اعمل انجري للاستيكن توب اوبننج، لو ايدي بوستيريور او عملت اكستنشن للرقبه جامد
لو اكستندد نيك يبقى هتبقى الفيرتبري كده، ممكن اعور البريفيرتبرال ماسل. تمام، لو عملتها لطفل عنده كليفت بالت او حتى صاب ميوكوس كليفت بالت هيحصل فيلو فارنجيال انكومبتنس، والميه ترجع من مناخيره والحروف تهرب من مناخيره. تمام، فيلو فارنجيال انكومبتنس. جميع انواع البوست ادينيكتوم بليدنج بتكنترول بايه؟ بستيرونيزال باك، بحط لها شاشه. تمام اهي، اي نوع بوست ادينيكتوم بليدنج نزيف بروح حاطط شاشه هنا لمده يومين، ده لو بعد العمليه، وبعد يومين بشيلها بلاقي الدم وقف. بالمناسبه في مانجمنت البوست ادينيكتوم بليدنج ريسنت، ان انا ممكن ادخل المنظار النيزال اندوسكوب تمام، واعمل كوترايزيشن للحته اللي بتنزف لو هو برايمري او رياكشنري. معايا؟ ممكن بالاندوسكوب، اندوسكوبيك كوترايزيشن. نيجي للادينوتونسيلكتومي. يعني ايه ادينيدكتومي وتونسيلكتومي؟ ادينيدكتومي وتونسيلكتومي. عيان داخلي عنده ادينويد هايبرتروفي وعنده تونسيلر هايبرتروفي او انديكيتد، يعني ان انا اشيل له الادينويد واشيل له التونسيلز. تعمل الادينويد الاول ولا التونسيل الاول؟ لازم تعمل الادينويد الاول، مش الادينويد فوق ابتدي بيها وبعد كده اعمل التونسيل. اشمعنى؟ لانك بعد ما بتعمل ادينيدكتومي المفروض تحط باك 10 دقائق علشان الدم يقف، باك في النيزوفارينكس. طب ما انت حاطط الباك 10 دقائق علشان يقف، شيل في ال 10 دقائق دول اللوز. اما لو انا بدات بتونسيلكتومي تمام، هشيل التونسيل وبعد كده اشيل ادينويد، بعد ما اشيل ادينويد احط باك في النيزوفارينكس واقعد 10 دقائق زياده. اذا العيان خد وقت زياده في اوضه العمليات، ده بفلوس على العيان، بتحمل العيان فلوسها، حرام. وزائد ان هياخد بنج اطول لان العمليه طولت، يبقى ده توكسيستي للعيان. يبقى ليه؟ يبقى تعمل ادينويدكتومي الاول وبعد كده تونسيلكتومي. لان لما بعمل ادينويدكتومي وانا احط لها باك اثناء الفتره بتاع الباك دي اكون شلت اللوز. طيب وانا بعمل ادينويدكتومي النك تبقى سيمي فليكسد كده علشان الفرتبرا ما تبقاش باظه كده، يحصل انجري بيرفيتبرا مصل. لكن وانا بعمل تونسيلكتومي لازم النك تبقى كده اكستندد علشان اللوز تبقى مور اكسسبل. خدت بالك؟ يعني انا بالظبط هعمل ادينيدكتوم، هنايم العيان على ظهره ودكتور التخدير نايمهولي بنكولي خلاص، ما احطش مخده تحت كتافه، اروح كاحت اللحميه واروح حاطط باك في النيزوفارينكس وبعدين اقول للحكيم احط لي مخده تحت كتافه، يقوم يحصل اكستنشن، اشيل لوز تمام. بعد ما اشيل لوز اقول لها شيل المخده اللي تحت كتافه واشيل باك. خلصنا كده الاوبريشنز وخلصنا اهم عمليه في رايي في الطب بعد التراكيوستومي، الادينو تونسيلكتومي.